السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. يا رب يكون كده عيد سعيد يا رب كده وعلينا وعلى المسلمين أجمعين، ويفك كل الـ 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 الأزمات والمشاكل اللي واقعين فيها هنا، وينصر فلسطين يا رب وشعبها وأهلها، وينصر الإسلام والعروبة كلها. تحياتي لكم جميعا. النهاردة بنبتدي الجزء الثاني في دورة أو سلسلة لقاءات وسلسلة محاضرات في خريطة طريق لتكوين نجوم مشروع دولي. إحنا لغاية النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى، شكر طبعا للباشمهندس عمر والباشمهندس أحمد والباشمهندس محمود والكل القائمين على بيم أريبيا، وهنبتدي إن شاء الله الجزء الثاني. والجزء الأولاني عملنا 20 من محاضرة ب 60 ساعة، وإن شاء الله العمل أكثر 80% في أكثر إن شاء الله، يعني شهادات إن شاء الله تكون جاهزة خلال ولا حاجة، يعني ما شاء الله يعني شبه خلصوها، يعني هتوصل لكل الوفة الساعات. بس أنا بنصح اللي جايب يعني أقل من 100% يدخل يبص على المحاضرات ويبعت ريبورت بيها. انا بقوصي بكده، يعني احنا الاتفاق ان اللي يعمل 80% هياخد الشهاده، لكن انا هنا باصص الموضوع، مش باصص لموضوع شهاده وبس، انا ببص الواحد يبقى، لان هي ايه موضوعات كلها على بعضها قد تكون مرتبطه يعني ببعض، بس هي كل مشروع موضوع لوحده يعني ايه، فممكن انك ايه اللي انت ما حضرتوش تعمله، وان شاء الله يكون في خير. وبرضه الباشمهندس محمود زي ما قلنا كتر خيره عمل لنا بريك داون لكل المحاضرات والنازله في 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 فيديوهات صغيره، وان شاء الله موجوده، يعني موجوده المحاضرات فيها كميه كبيره. فلو كل واحد، هم 60 ساعه يعني، لو كل واحد عمل ساعه كل يوم بص على ساعه واحده متقطعين، يعني يبص على بالتسلسل برضه من الاول يعني، او بالترتيب، لان هو الكشف موجود يعني، ممكن برضه يبعته لكم تاني وتتابع وتعمل وتخلص. وممكن اي حد ممكن يخلص ال 60 ساعه بتوعه الاولانيين ويبعث الريبورتات خفيفه، يعني مش طالبين بقى يعني بحث علمي وكان كل بقى، بس ريبورت يبان هو يعني ايه حضر المحاضره لوحده كل حاجه وفاهم فيها ايه، يعني صفحتين ثلاثه ولا حاجه. وويلكم باي سؤال، وويلكم باي استفسار، احنا موجودين على الواتساب مع بعض، واي وقت احنا ايه تحت امر. الحقيقه النهارده باذن الله تعالى عندنا موضوع الحقيقه انا كل مره بقول ده موضوع هام جدا، والحقيقه الموضوعات اللي هي متعلقه بالهندسه، متعلقه بال كونستراكشن مانجمنت، متعلقه بالكواليتي مانجمنت، الكلام ده كله اقول اخره موضوعات مطروقه واحنا كلنا بننفذها في حياتنا وبنعصرها في 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 في, في مشروعاتنا. اي نوع من المشروعات، مش بتكلم على الكونستراكشن بس، كل الكواليتي مانجمنت، السيفتي مانجمنت، التكنيكال اوفيسز، الديزاين، البرودكت فيز، الكلام ده كله مطروق. لكن اللي مش مطروق قوي ومش موجود في يعني بيتحط كلمه كوميونيكيشن وخلاص. الكوميونيكيشن دي موضوع كبير وموضوع جميل وموضوع يعني ايه على فكره ما هوش اسهل من بقيه الموضوعات، بالعكس ده اصعب منها كتير. اتكلمنا احنا على موضوع احنا قلنا الاورجنايزيشن بيهيفير. عشان بيهيفير ده العلم العام، لو انت بتعمل ماستر او بتعمل دكتوراه او بتعمل اي شهاده عليا، اللي هو الاورجنايزيشن بيهيفير اللي هو السلوك التنظيمي. جواه بقى في مواد كتير جدا جدا، احنا عملنا منها امور مع حاجات معينه في ال 20 لقاء اللي فاتوا. النهارده بنتكلم على الايه؟ السوشيال بيرسبشن اللي هو الادراك الاجتماعي. الهيئه الادراك الاجتماعي ده موضوع هو سهل، لكن يعني ان احنا نفهمه ونتعرض له سهل، لكن الحقيقه تطبيقاته في منتهى الخطوره، منتهى الخطوره. يعني منتهى الخطوره انه ممكن يشتغل بوزيتيف ويشتغل نيجاتيف.
هيبان دلوقتي واحنا بنتكلم. هنتكلم على الاجنده الاول، هنقول ايه ما هو الادراك، ماذا يقصد بالادراك، يعني ايه ادراك، هنتكلم عليه. الادراك ده يعني انا سمعت، يعني عندنا الحواسين الخمسه، عارفينها طبعا الحواس الخمسه، الشم والذوق والبصر والسمع واللمس. يعني ايه انا ادركت حاجه باحدى الحواس الخمس، ده ما يدرك، يعني ادركت حاجه معينه. هنتكلم ايه المقصود بيه وهنشرحها، وبعدين هنقول مراحل عمليه الادراك بقى له مراحل، برضه هنتكلم عنها. دي الاجنده يعني. وبعدين هندخل على خصائص عمليه الادراك، ايه الخصائص بتاعته زي اي حاجه في الدنيا يعني. نمرة أربعة بنتكلم على عناصر عملية الإدراك. والإدراك ده طبعا بيبقى اللي الفيرست إمبريشن بتاع أي حاجة، أو لأن أنت طبعا أنت وأنت تشتغل كمدير مشروع بيدخل لك ناس، يدخل لك مرة واحدة بس تفهم كل حاجة عنه، أو تقدر أنت تقيم كل حاجة عنه بما ليك من خبرة، بما ليك من إيه، من تعمق في إيه، في الكوميونيكيشن سكيلز، وفي إيه، وفي الإدراك بالذات بالذات. هنتكلم برضو، يعني انا مش موجود الحقيقه في الـ في في الـ في الـ في الـ في الـ في المتن بتاع المحاضره، لكن في حاجات مش كويسه بتتعمل في الادراك ده، يعني في حاجات متعلقه بـ 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 بتغيير الانسان، يعني او ازاي تسيطر على الانسان، او ازاي تسيطر على افراد كثير، او ازاي تسيطر على شعوب كامله، ازاي تسيطر على تنظيم كامل بموضوع الادراك والتعامل معاه وتغييره وازاي تتعامل معاه. يعني هتبقى ايه، هي مش بره السكوب، خلي بالك، يعني كل واحد فينا معرض انه يدير شركه، ان هو يدير، ان يبقى يدير وزاره، يدير مؤسسه، يدير اي حاجه كتيره، فلازم يبقى عارف هذا الكلام ويعرف يعني ايه الدنيا، يعني ايه في مستوى اكبر من اداره المشروع. لان زي ما اتفقنا احنا في الاول خالص، في اول لقاءات اتكلمنا على ان احنا دلوقتي احنا عندنا ايه، ثلاث حاجات. احنا دلوقتي بنقول ان احنا في البروجكت، وفي بروجرام، وفي البورتفوليو. البورتفوليو ده ميرلي مؤسسه او شركه، البروجكت هي مجموعه مشروعات. فما بقتش دلوقتي الاسسمنت بتاع مدير المشروع ما بقاش واقف على حاجه واحده، ده في الفيرجن الاخر، رابع فيرجن اللي هي في الاي بي ام اي، اللي بتحدد المستوى الليفل بتاع البروجكت مانجر يعني. والادراك كان نظام فرعي من النظام السلوكي، اللي هو يعني طبعا زي ما قلنا اللي هو الاوبوزيشن بيهيفير، هو الادراك كان نظام فرعي من النظام السلوكي يعني. اوكي، ده الادراك على فكره، مش حتى مش الادراك، مش السوشيال برسبشن، كل انواع الادراك، السوشيال برسبشن في برسبشن عادي. طيب ندخل بعد كده على ايه، طرق تقليل المشكلات الناتجه عن الادراك. في يعني اخطاء معينه هتبان لنا واحنا بنتكلم. في واحد عنده باد بيرسبشن، يعني ايه، حصل معاه مشكله قبل كده، من واحد مثلا ايه طويل شويه يفتكر ان كل الطوال عندهم كاركترستكس دي، من واحد قصير شويه، من واحد مثلا عينيه صغيره، يعني يبقى الشكل بيأثر على ايه، على عليه. فده ايه، بتحصل مشكلات. فاحنا بنقول ايه، يعني ازاي نقلل المشكلات اللي نرجع عن الادراك. جيم سمير 50، في حد رافع ايده في حاجه، في اي حاجه؟ باشمهندس احمد، باشمهندس محمود، انا مش عارف مين اللي موجود. في حد رافع ايده تشوف في عنده ايه، انجينير سمير حاجه، مش عارف. طيب المهم، في حاجه اسمها التحيز في الادراك. بمعنى ايه؟ يعني انا مثلا بدرك حاجه معينه، غيري بدرك حاجه معينه، كلنا ممكن نتعرض لموقف واحد، لكن كل واحد فينا، كل واحد فينا بي 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 بيتحيز لحاجه معينه. ممكن التحيز بتاعي بيبقى على هواه، يعني هو مثلا يعني ده كل واحد دايما بيبقى ايه، عنده كاركترستكس معينه، خبرات معينه، هنتكلم على الكلام ده كله بعد كده. لكن الحقيقه التحيز الادراك ده اتس فيري كومن، يعني ممكن تقعد مع اثنين، واحد مثلا مسرف وواحد بخيل، فده معتقد ان الكلام اللي بيسمعه بيترجمه بشكل معين، والتاني بيترجمه بشكل تاني، وهكذا يعني. يعني كل يعني الموضوع وضده، واخدين بال حضراتكم؟ فكل واحد عنده تحيز في الادراك،
يعني ايه اللي مثلا اللي هو الملتزم اللي بيصلي الامين، معتقد ان الناس كلها بهذا الشكل، في اي حاجه تديله عن اي حد اعتقد اول بيرسبشن ان هو الناس كلها زيه. لو واحد مش كوركت يعني بيعمل اخطاء معينه او يعني في عنده اخطاء معينه، ففاكر الناس كلها عندها هذا الكلام، فده ايه يسبب تحيز في الادراك، وده ما هنتكلم عليه واحنا شغالين. طيب بعدين بقى خلاصه من الكلام ده كله من اول اخره، وبعدين عندنا الجوانب التطبيقيه للادراك بقى في الاطار، يعني البرسبشن ده انا يعني ايه بطبقه ازاي في الاداره، يعني هنتكلم عليه برضه. وفي والله يعني بريك داون انا عامله مش موجود من ضمن البرزنتيشن لانه معقد جدا وكبير قوي، فان شاء الله يكون في نصيب ونقدر نحطه بشكل يعني ايه مبسط وكده. وده جامع كل الموضوع بتاع الادراك في ايه في صفحه واحده، لكن يعني ايه اوريها لكم ايه بتاع يعني هو قرب يعني ايه طبعا مش هتبان، بس هي فيها كل العموم وكده، وان شاء الله نظبطها ونحطها في ك ك ككي ككي لكل الموضوعات بتاعت البرسبشن، ونقدر ننزلها بعد كده باي شكل باخر. ودي 11 ما في اي سؤال. 12 نشكركم على حسن الاستماع. طيب اول حاجه ماذا يقصد بالادراك؟ يعني ايه ادراك؟ يعني ايه؟ يعني إيه؟ المرحله الاولى من مراحل التكوين النفسي للنظام السلوكي العام. في اي حته انا فيها انا داخل على مكان او انا قاعد في مكان وبيدخل لي ناس بتعمل معاهم تعامل اولى. اول ما بيقابلني واحد مثلا اول مره اعرفه مثلا اول مره اشوفه او في الشغل او في اي حاجه. يعني الخبره والعلم والدراسه والكلام ده اقول اخره من اول اللقاء بيحصل عندي نوع من الايه من البرسبشن. بمعنى ايه؟ زي ما قلنا يعني في خبرات سابقه هتكلم دلوقتي بتاثر في ايه؟ يعني الكلام ده يعني ممكن حصل مع واحد مشكله من 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 واحده مثلا شعرها طويل. هو بيطلع واحد شعرها طويل تاني، هتفتكر نقول شعرهم طويل بالشكل ده. واحد ده انا مش عارف كده صغير مثلا ولا كان عمل معاه واقعة مش كويسه او اخر او العكس، او شاف واحده مثلا شعرها طويل وكانت كويسه معايا ومؤدبه ومحترمه كان ده. اعتقد ان كل اللي شعرهم طويل شعرهم محترم ومؤدب كده. واحده محجبه مثلا كذا، يعني بيحصل عنده في في في, في تاريخه او في 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 في, 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 في الوعي في اللاوعي بتاعه ان الشكل ده مرتبط باعمال خير، الشكل ده مرتبط باعمال وحشه، الشكل ده مرتبط بانسان مثلا ايه كريم، الشكل مثلا الشكل. وهنتكلم برضه الكلام ده بس يعني ايه يعني ماشيين بالراحه كده مع بعض، وان شاء الله يعني تكون يكون لقاء يعني ايه مثمر بيكم وجميل بيكم كلكم من اولكم لاخركم يعني. وتشريف المهندس عمر سليم النهارده معانا ده يعني ايه المهندس محمود والمهندس احمد يعني بيسالنا كلنا جميعا يعني. طيب العمليه الخاصه بتفسير الرسائل التي نستقبلها من خلال الحواس المختلفه حول الانفجارات في البيئه المحيطه تصبح منظمه ذات دلاله ومعنى. في واحد قاعد في حته وسمع ايه انفجار. ممكن تكون ضابط في الجيش اصلا كان بيشتغل مثلا في يعني زي ايامنا ايام حرب 73، تقول لك دي مش عارف قنبله مش عارف ايه او ده جلجنايت او دي انفجار كذا، فاهم يعني بفسر الرساله اللي وصلته. يعني في واحد يقول لك دي طلقه رصاص مثلا او دي طلقات رصاص، واحد ثاني يقول لك لا ده دي حاجه وقعت مثلا من فوق عماره مثلا او فوق سقف او اي حاجه. ده بتكلم للصوت. بالنسبه للسمالينج للشم يعني خلاص سميت كبتيت هيدروجين او سميت مثلا اي ماده كيماويه هتتفسر على ايه دي؟ نقعد بقى نختلف ممكن انا وحد تاني موجودين، واحد يعني عنده عارف الموضوع وواحد يعني برضه بس يعني حتى الاختلاف في روايح قريبه من بعض وهكذا. او الذوق يعني ذقت حاجه والتاني ده حاجه ثانيه بشكل او باخر يعني اي حاجه يعني من الـ من الـ من الـ اي رسائل حسينا بيها باحد حواسنا الخمسه وايه وبنفسرها ازاي. تعريف اخر بقى للادراك اللي هو البرسبشن، تلك العمليه من خلالها يحافظ الفرد على الاتصال والعلاقه بالبيئه واي مكان اخر.
يعني دي العمليه اللي بيحافظ بيها الفرد على الاتصال والعلاقه بيها، يعني اللي هو الادراك، ادراك مع البيئه اللي حواليه. وفقا لهذه العمليه تستقبل الفرد مثيرات من خلال حواسه المختلفه وهتولى تفسيرها في ثقافاته وخصائصه الاخرى. يبقى هي مثيرات بتيجي من خلال الحواس المختلفه، بتترجم بقى في 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 دماغي وفي حواسي والى اخره في ضوء ايه؟ الثقافه والفكر والخاصه، كل الكاركترستيك بتاعت إيه؟ الانسان نفسه بتاعت يعني، او بتاعت الناس اللي هو الايه؟ اللي هو المستقبل. لو نفتكر في الكوميونيكيشن احنا كنا بنقول كان في ايه؟ الناس اللي فاكره الكوميونيكيشن يعني الادراك، ده احد حاجات احد انواع الكوميونيكيشن. الكوميونيكيشن فيه خمس ايه؟ خمسه ايتمز. اول واحد اللي هو ايه؟ المرسل والمستقبل، السندر والايه؟ والريسيفر، مش كده؟ وبعدين الرساله. الرساله هنا اللي هي ايه؟ اي بقى صوت شامل في عمليه الادراك بقى. فايه؟ المرسل والمستقبل دول بنعتبرهم عنصر واحد، مش حاجه اسمها مرسل واحد او مرسل وخلاص. لا، المرسل ده يا بيبقى فيس تو فيس، يا يبقى في محاضره، يا اما في لقاء، يا اما في اي مكان. يعني لازم يبقى ايه؟ الكوميونيكيشن 1 تو 1 او 1 تو جروب او 1 تو بيبل. فيعني ده دي معتبره واحده. الثانيه اللي هي الرساله. ثالث حاجه اللي هي الايه؟ الميديا او بتاعت الرساله. يعني احنا بنشتغل بالزوم، ادي الميديا بتاعتنا. في ناس ثانيه بتبقى الميديا بتاعتها الغرفه بنتكلم قصاد بعض، في ناس ثانيه المحطه التلفزيون، في ناس ثانيه مثلا المسرح. خلاص. وبعدين خامس حاجه اللي هي الايه؟ اللي هي النويز، اللي اي حاجه ايه؟ تعرقل او تعاكب تضايق موضوع الفعل. فدلوقتي الادراك ده بنتكلم على ايه؟ اول مرحله من تكوين النفسي اللي هي عندنا الحاجتين اللي هو ايه؟ المرسل والمستقبل. خلاص؟ بقيه الحاجات موجوده برضه. يعني بينطبق عليها نفس القواعد بتاعت ايه؟ بتاعت الكوميونيكيشن. طيب. بحافظ على الاتصال والعلاقه بالبيئه او باي مكان اخر. وفقا لهذه العمليه يستقبل بعض المثيرات من خلال حواسه المختلفه، يتولى تفسيرها في ثقافاته وخصائصه الاخرى. هو بقى بيترجمها زي معاوز بقى، بيقول بقى ده اللي قدامي ده كذا او كذا او بيفكر في كذا او الى اخره. فدي يعني ايه؟ دي كل كاركترستكس بقى ونوعيه الرساله والكلام ده كله هنتكلم عنه واحنا ايه؟ واحنا ماشي. طيب. ماذا يقصد بالادراك؟ ان الغالبيه العظمى منا تعرف ان العالم كما نراه لست بضروره العالم الذي يوجد. يعني انا شايف حاجات في العالم، انا شايفه بشكل معين، هو مش يعني كل واحد فينا شايف العالم بشكل معين. في ناس تقول لك ده احنا مش عارف اعظم ناس في الدنيا، ناس ثانيه تقول لك ايه لا ده احنا اوحش. يعني كلام دايما في خلافات وتتوقع على ايه؟ على تعتمد على الانسان نفسه. يعني مش اللي انا شايفه، يعني مش اللي انا شفته او سمعته هو ده العالم الموجود. يعني بيعتمد على انا كايه؟ كمستقبل، او انا كايه؟ كمدرك. خلاص. ان الكثير من الاجابات تتوقف على ما سمعناه وليس على ما قيل. اللي سمعناه قبل كده والتركيبه بتاعتنا قبل كده مش اللي اتقال في ساعتها. يعني وان ربه البيت بتشتري اللي بتحبه اكتر، ما بتشتريش اللي عند ما هو افضل، تشتري اللي هي بتحبه، اللي هي مياله له، بتحب حاجه معينه فبتجيبها. طيب. وان شعور المرء بالدفء او البرد يتوقف عليه وليس على درجه حراره الترمومتر. يعني انا ممكن درجه الحراره مثلا عاديه كل حاجه وانا احس بالبرد او احس بالحر، تعتمد على ايه؟ علي انا سواء فيزيكالي او سايكولوجيكالي. يعني انا ممكن ابقى مشدود جدا وتعبان جدا ونفسيتي تعبانه واحس بالبرد والدنيا حر، او العكس حر والدنيا برد، او مثلا او العكس. تمام. وانه بنفس الاداء قد يبدو كعمل عظيم لفرد ما وقد يبدو كعمل تافه لفرد اخر. واحد مثلا يعني واحد مثلا ما ماشي، انا بتكلم على ايه؟ على حاجات على قد ما نقدر تبقى كونكريت فيزيكال. واحد مثلا شال مثلا ايه 20 اللي هو 20 شال حديد، وشال 20 كيلو حديد وفرح قوي ان هو شالهم ونزلهم بقى، وحس ان هو يعني عمل عظيم جدا جدا جدا. واحد تاني اللي هو يعني مارش الكلام ده كله من اول لاخره، يعتقد ان الايه اللي عمله ده يعني ولا حاجه. ايه يعني ايه 20 كيلو؟ احنا بنشيل 150 كيلو.
يعني الفكره ان يعني ايه، ان ممكن واحد يعتقد العمل اللي بيعمله عمل عظيم وحد تاني بيعتقد انه عمل تافه. ودي مش دي مش مش يعني مش مش اللي عمله ده تافه، لا يعني قصدي مثلا زي مثلا يقول لك اذا قرات مثلا، انا ما بحبش الحاجات دي لكن هي موجوده، اللي بيتطوع مثلا باي مبلغ بجنيه ب 10 جنيه مش عارف في سقيا ميه مثلا زي عمله بتاع، تبقى ايه الصدقه منه الى يوم القيامه. ايوه بس لو هو غلبان يعني ما عندوش يعني ال 10 جنيه دي، ففي واحد عنده ال 10 جنيه دي تعيشه يومين، فلما يحطها بقت بالنسبه له عمل عظيم جدا. انما في واحد تاني يقول لك ده 10 جنيه دي انا لما بدي الواحد يعني بيسال يعني ده بديله 20 مثلا او 30 او 50. فكل واحد بيتوقف على ايه؟ الاداء بتاعه. ارجو ان كلامي ما يكونش مطول، او يكون لو في اي حاجه I'm ready to discuss يعني with you يعني. هنا تصاعد التساؤلات، ماذا يقصد بالادراك؟ لسه تحت نفس الطريق. هل يختلف الافراد في رؤيتهم للموضوع في عالمهم؟ طبعا يختلف. طبعا يختلف. ودي على فكرة موضوع هو يبدو انه سياسة لكن هو مش سياسة. يعني كيف تفسد؟ يعني مش هتكلم في السياسة ولا حاجة، بس انا بقول يعني في يعني الصهيونية عاملة مثلا حاجة اسمها بروتوكولات قضاء الصهيون، فيها كيف تفسد شعب. خلاص دي في صفحه اصلا في الـ في الـ في الـ في, الـ يعني في انا مش فاكر بالضبط كانت في الاول او في الثالث يعني في البطول الاول او الثالث يعني. فهمت ايه في الشعب ازاي؟ يقول لك انا اجيب له حاكم يعمل حاكم ديمقراطي واخليه يحكم بالديمقراطيه، يقوم الشعب اللي هو فيه 10 مليون واحد هيبقوا 10 مليون راي. خلاص اشيل الحاكم بقى اللي هو اللي اتعلموا منه الديمقراطيه وبقوا 10 مليون راي، واجيب لهم واحد ايه؟ من عندنا، كاتبين كده من عندنا. يقوم البلد دي خلصت. بقت 10 مليون راي ولن يجتمعوا على حاجه. لان اجتمعوا على حاجه يبقى ايه يمكن ايه؟ تقطيع الشعب ده ومخليني نخليه بقى يعني ايه نقطعه ونعمله. ده يعني ايه؟ ده يعني ده موجود الكلام ده، انا مش مخترعه ولا بعتقده لا. فدي من ضمن النقط اللي هي يعني ايه؟ الافراد بيختلفوا في رؤيتهم للموجود في عالمهم. اثنين عايشين مع بعض، اثنين اخوات وفي موضوع بيتعمل قدامهم، واحد يقول ده حرام والتاني يقول لا حرام ليه؟ واحد يقول ده كبير قوي والتاني يقول له بسيطه. فايه الاختلاف الافراد وجهاتهم للموضوع في عالمهم؟ كيف يختلف الافراد وجهاتهم للموضوع في عالمهم؟ يختلفوا ليه؟ حاجات كتير جدا. كل واحد عنده خبرته، كل واحد عنده كاركترستكس بتاعته، كل واحد عنده يعني ايه تاريخ، كل واحد عنده تجارب، كل واحد عنده الكلام ده من اخره. فانا بحكم على الحاجه من 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 كوميليشن بتاع مجموعه حاجات كتير قوي بتبتدي بالكاركترستكس بتاعتي انا والخبرات بتاعتي والتراكمات بتاعتي والرؤيه اللي انا شايفها والى اخره. لان اختلاف الافراد في رؤيتهم للموضوع في عالمهم بيختلفوا الاسباب اللي هنقولها دلوقتي. هتبان برضه هنتكلم يعني، بس دي التساؤلات هنرد عليها وهنبتدي نتكلم. ما هي درجة الموضوعية في رؤية الأفراد الموجودة في عالمهم؟ يعني إيه درجة الموضوعية؟ يعني هل كل واحد هيبقى أكيد عنده موضوعية في اللي بيدور حواليه؟ يعني كل واحد إيه رأيك مثلا في فلان؟ أنا شفت منه جوانب كويسة، فبقول والله ده إنسان كويس وعنده كذا وكذا وكذا وكذا، واحد تاني شاف منه موقف فهمه غلط يقول لا ده مش عارف إيه كان بيقول أخوه. فالاثنين عندهم موضوعية، لكن ده عنده موضوعيه من وجهه نظر او من تركيبه حاجه معينه، والموضوع الثاني في ايه؟ في 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 الموضوع الثاني. ده برضو دي احد الحاجات اللي هي يعني برضو ايه؟ بتستخدم برضو بوزيتيف. اما انا كمدير مشروع اللي احنا هدفنا من هنا التارجت بتاعنا ان احنا بندرس الحاجات دي وبنحط الحاجات دي من ضمن الكورس بتاع تراك بروجكت مانجر، ان احنا ان مدير المشروع يعرف الكلام ده كله، يعرف الكوميونيكيشن او الكوميونيكيشن، ويعرف السوشيال بيرسبشن، ويعرف الكلام ده كله ويقدر يحكم على اي حد يدخله او هو يتصرف ازاي في ايه ك ك ك ك بيرسبشن.
هل يرى الافراد ما يريدون ان يرون في عالمهم فقط؟ يعني كل فرد بيشوف اللي هو عايز يشوفه في عالمه فقط؟ للاسف اه، للاسف على وجه عموم، الا بقى الا الناس اللي هي عندها خبرات وعارفه وتعرف يعني ايه تشينج مانجمنت، وفاهمه يعني ايه العلاقات مع الناس، وفاهمه داخل في الكوميونيكيشن، وداخله في الـ في الـ في الـ في, في السايكولوجي صح، وداخله في الايه في العلوم الانسانيه صح. هل يتعامل افراد عمل لا يريدون ان يروحوا في عالمهم؟ طبعا طبعا طبعا، يعني يعني هو يعني سواء بكيفه او مش بكيفه. يعني لو هو واحد مثلا ما بيحبش حاجه معينه، لما يشوف حاجه مش عاجباه او غلط بتاع يعني نفسه واخد باله بقى او الى اخره، لانه مش عايز الموضوع ده في حياته. في واحد تاني من غير ما يقصد يعني كاركتيركس بتاعته وكده يعني ايه مش عايز يشوف اي حاجه يعني ايه مخالفه في دماغه او مخالفه للخبرات. طيب ادي ابسط حاجه يعني يمكن من اول الحاجات اللي احنا بنشوفها في السوشيال بيرسبشن او في البيرسبشن عموما. دي صوره ايه؟ طاوله اهي، طاوله اول ما اشوف الاقيها طاوله مش كده؟ طيب انا هعمل ايه؟ هبص للنص اللي على اليمين لوحده والنص اللي على الشمال لوحده، هلاقيهم ايه؟ اتنين في وش بعض. طب لو جينا عملنا دلوقتي استقراء وقلنا يا ناس مين اللي شافهم وشين على طول ومين اللي شافهم طاوله؟ طاوله او كاس يعني، شوف هي ايه يعني، او ممكن تبقى كاس كده من كده يعني، بحب جزء اولاني ده من اول هنا مثلا ميه لفوق وده القعده بتاعته. يعني في احتمالات كتير لايه؟ لانك شايف نفس الحاجه انما انت شفتها بشكل معين، بصيت لها من الجنب من هنا لقيت شايف وشين، او شايف وش هنا ووش هنا، او بصيت في النص كده قدامك لقيت قدامك ايه. فده احد ابسط الـ 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 الامثله اللي بنبين بيه ان اثنين او 10 او 20 او 100 شايفين نفس الحاجه، لكن كل واحد فيهم شايفها بشكل مختلف. هنتكلم عليه برضه بالتفصيل. طيب مراحل عمليه الادراك، المراحل بتاعت الادراك طيب اول حاجه بيتعرض الفرد لمثيرات خارجيه من البيئه المحيطه او المثيرات الداخليه. مثيرات خارجيه اي حاجه من بره هو شخصيا، تعرض لصوت او لحاجه شافها او لحاجه شماها او لحاجه دقها او للمس حاجه ميه، رؤيه شم ذوق السمع اللمس. طيب يبتدي بيعمل ايه؟ صور يا اهلا، هبتدي يحصل ايه؟ مقارنه، مقارنه ما تم استقبال مرسائل حول مثيرات معينه بما تختزل في ذاكره من معلومات او معاني. زي ما كنا بنقول من شويه انا سمعت انفجار بره، في واحد يقول لك ده مول بوتاجاز عنده خبره بوتاجاز، واحد يقول لك لا ده دي قنبله بتنفجر، واحد تاني يقول لا ده دي حاجه ده كبيره وقعت في الايه في البتاع. طبقا لايه؟ لايه؟ ل ل ل ل بما يحتوي في ذاكره من معلومات او معاني. واحد كان ظابط في الجيش بيشتغل مثلا في 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 في, في في الهندسه العسكريه يعني، او في سلاح المهندسين، وشاف في الانابل وبتاع، بيبقى يعني اكتر واحد ايه عنده احساس بالكلام ده كله، لو هي حاجه كبيره او حاجه خطيره يعني، انه عاده ده بيبقى يسمع الحاجات اللي بيسمعها كلها في حياته، بتبقى يعني ايه لعب اطفال يعني. تقييم وتفسير الرسائل الجديده في ضوء ما سبق حتى تصبح ذات معاني ودلالات ثم يتم تصديقها. وبيقيم بقى الرساله دي سواء زي ما قلنا رؤيه او شم او ذوق او شم او بصر، بل هو بقى بيقيمه وبيفسرها. يعني احنا عندنا دايما ايه اللي هو المترجم يعني ديكودينج يعني، بيفسر الرسائل دي في ضوء خبراته اللي فاتت، في ضوء شخصيته، في ضوء الايه الانفايرمنت اللي حواليه. طيب ينفرد الادراك بالخصائص الاتيه. هنا في اختيار، في سيلكشن اللي هو ايه؟ ما تصل لتدعيم الاهداف الشخصيه والاهتمامات الخاصه للفرد. يوجد نوع من الادراك اسمه الادراك الاجباري، وده خطير جدا، خطير جدا، عشان كده بقول لكم في حاجات في الادراك انا هشير لها كده واحنا ماشيين يعني، فاهمني؟
ارجو ما حدش يعتقد ان انا بتكلم في السياسه، انا سياسه يعني محرمه عليا بالثلاثه من اكثر من 50 سنه، يعني انا بالنسبه لي حرمتها على نفسي يعني اكثر من 50 سنه. فالمهم الادراك الاختياري ده لما يعني في حاجات تحصل معايا مش باختيار يعني، انما ممكن انا اجبر على اني اسمع او ارى شيء معين. احنا اتكلمنا على فكنا كنا بنتكلم في موضوع البيئه والانسان، وقلنا ان في طريقه اعدام في الصين فان هي تعرض المحكوم عليه بالاعدام لاصوات طبول واصوات نفير لغايه ما يقع ميت 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 خلاص. احد انواع الادراك الاجباري اللي هو ممكن يبقى ادراك اجباري على فكره بوزيتيف، يعني ان انا مثلا اوجه مريض مثلا نفسي او اي حاجه ان هو مثلا ايه يسمع مثلا قران، لو هو مثلا يعني مش متدين قوي او مش مسلم ولا حاجه يسمع موسيقى كلاسيك، او لو هو مثلا يعني او مثلا ايه يسيب المدن وعشان يعيش في حته الرؤيه فيها مثلا خضراء او رؤيه فيها طبيعيه بشكل او باخر. ده اللي هو الايه؟ الادراك الاجباري. من الادراك الاجباري النيجاتيف بقى اللي هو لما بيتم اعتقال حد سواء خطا او مش غلط او مش غلط، انا يعني مش بقول في كده، ممكن يحصل ايام الادراك الاجباري يعني مش عايز بلاش يعني هتكلم على اسمه ايه ده حمزه البسيوني وصلاح ناصر والكلام ده كله، يعني المهم يعني الكلام ده كله احنا قريناه في الـ في الـ في الستينات، يعني كتابين بتوع صلاح ناصر كان اسمه الحرب النفسيه، كتابين يعني اقوياء جدا. موضوع الادراك الاجباري ده موجوده فيه بقى، يعني هاو تو تريت مع الجواسيس وهاو تو تريت مع الـ مع الـ مع الخونه وهاو تو تريت مع كده يقولوا الاخر، وازاي ان هو يوصلهم ان هم يقولوا اللي هو عايزه او يقروا باللي عندهم. فدي ده الادراك الاجباري بقى، يحطه في كونديشن معين وبطريقه معينه وبروائح معينه وباضواء معينه، يعني ياثر برضه بالحواس الخمسه بحيث ان يخلي اللي قدامه خلاص بقى ايه يعني في سليف يعني او هيز يعني يعمل له اللي هو عايزه او مش اللي هو او يقر بحاجات سواء عملها او ما عملهاش عشان ايه يخلص القصص بتاعته. ثانيا الحدود المغلقه، يميل فرد عادات الى التحكم في حدود المجال الادراكي ولك حدود الادراك الاختياري. بمعنى ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي ميول لحاجات معينه، فأي حاجة بسمعها بإيه؟ الإدراك بتاعي بيميل للي عندي أصلاً. يعني أنا مثلاً يعني ربنا سامحني أنا في ضرب الأمثلة، أنا مثلاً بحب المزيكا في وقت من الأوقات كنا يعني مهتمين بالموسيقى جداً فلما أسمع حاجة نشاز توجع خلاص؟ حاجه كويسه بقى ايه بقول بقى يعني ايه بقول اه ده 100 100 ده ماشي صح، ده ما كسرش المقام بتاعه، ده بيتكلم في 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 في, في, في المقام بتاعه مظبوط، طلع من المقام ده دخل في المقام ده صح وهكذا. كما يميل الفرد الى استكمال الشيء ذو الاجزاء الناقصه وذلك بوضع حدود لهذا الشيء لتمثيل مجال الادراكي. يعني دايما الواحد لما بيبقى يسمع حاجه او يشوف حاجه ناقصه هو بيكملها بالادراك بتاعه. وابسط امثله بتتقال في هذا الكلام ان لو عندك كلمه مثلا اي كلمه بتقراها ولقيت الكلمه دي في نفس الحته او قريبه منها ناقص حرف، هتلاقي نفسك لما بتقراها كذا مره من اول مره هتقراها لو هي ناقصه، لو هي خمس حروف ناقصه حرفين هتقراها نفس خلاص بتنطبع فيك ان احنا ايه الكلمه دي اي كلمه. فانت بتعدي عليها وبتقراها كانها كامله، رؤيتك لها وبتشوفها كانها كامله وبتقراها عادي.
الموضوع ده اعتقد انه وصل، يعني مش صعب ولا حاجه، يعني ان الواحد دايما بيميل ان هو يستكمل الشيء اللي فيه اجزاء ناقصه، واضح حد حدود الشيء ده لتمثيل المجال الادراكي بتاعه. ثالث حاجه بقى الاطار المحيط اللي هو الكونتكست، يتم جميع اشكال الادراك، جمع اشكال الادراك داخل اطار محدد والذي تتفاعل فيه عده عوامل ماديه مثل الاضاءه، كثافه الصوت، الالوان، عوامل الاخرى تتعلق بمشاعر الفرد. في مشاعر، يعني في حاجات بتثير مشاعر، يعني في حاجات بتثير مشاعر انسان ما تثيرش مشاعر ثانيه. يعني في واحد بيسمع الشعر يمشي يعني يبقى بيتنطط، يعني واحد بيسمع مثلا، في ناس طبعا، وفي ناس ثانيه بتسمع البكاكه اللي احنا الموجوده دلوقتي، يقعد يقول لك ده مش عارف ايه وده ايه وده ايه، مع ان بتبقى حاجات بعيده كل البعد عن ايه، يعني السوق اللي احنا شايفينه دلوقتي في انواع الفنون اللي هي داخله معايا، مش عارف تسمي بالاسم الاسماء، مش ناقصه الحكايه. فايه الاطار المحيط في ايه اشكال الاطار داخل اطار محدد والذي تدفع فيه التعاون. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. دلوقتي هنتكلم على ايه؟ على عناصر عمليه الادراك. يعني الادراك ده العناصر بتاعته. الادراك عباره عن ايه؟ مستقبل الشيء المستهدف، يعني ايه المستهدف؟ دي الرساله يعني المستهدفه، والموقف المحيط. يعني دي يعني طبعا في نويز زي ما قلنا موجود قبل كده، وفي الانتربريتيشن بتاع الرساله يعني، بس فدي داخله في قصه ثانيه في عمليه الادراك. المهم يعني عناصر الادراك المعروفه يعني المستقبل، الشيء المستهدف، والموقف المحدد. المستقبل بقى الفرد هو ايه؟ بيستقبل المثيرات ويقوم بادراكها ويتاثر الادراك بعده عوامل. بايه بقى؟ يعني انا لما بسمع حاجه او بشوف حاجه، لو احنا 2 3 4 5 نفس الحاجه الواحده تخلي 5 6 افراد موجودين في مكان واحد، كل واحد بيدركها بشكل معين وبتاثير معين وبدرجه معينه. تعتمد على ايه بقى؟ اول حاجه الباست اكسبيرينس زي ما قلنا، واحد ايه يعني زي ما بقول، يعني شايف ان هو يعني اي حد مثلا شعره اصفر او شعرها اصفر دي بقى يعني ملاك، او مثلا واحد عينيه حلوه كده وواسعه يبقى ده يعني ايه، يعني دي خبرات سابقه اللي هي ما حدث معاه، سواء من خبرات سيئه او من خبرات كويسه. يعني بيحكم من خبرات سابقه معاه من الناحيه الفيزيكال، من الناحيه الشكليه. يعني اول حاجه اول في انسان انت بتشوفه، اول حاجه بتشوفه ايه؟ بتشوفه فيزيكال خلاص. فانت ده واصب عننا يعني، ده مش ده ادراك يعني فايه الخبره السابقه بقى؟ كانت كويسه مع الشكل المشابه لده، او الفورم اللي انا شفتها قدامي دي او الى اخره، ولا يعني ده تقييم، او دي يعني الخبره السابقه. حاله الموتيفيشنال ستيت، الحاله الدافعيه، الموضوع اللي جايني بيه او اللي بدا يتكلم فيه او احساسي بيه ايه. بالمناسبه برضه هنا احد النقط اللي في الاداره برضه احب اقولها، يعني هي مش بره السياق انا جواها برضه. انا ما بحبش اعملها صراحه، بس هي دي برضه حاجه من الحاجات اللي هي ايه يعني باي براكتس وباي ديسكشنز وكده. ان لو انا مدير في حته وجايني حد وعارف ان هو جايني لبزنس معين، اذا استقبلته على طول ممكن يعتقد ان انا يعني ايه محتاج له قوي، يعني دي هتبقى ايه فاكتور في ايه في الاتفاق. يعني ممكن دي مش انا والله ما في حياتي ما عملتها، يعني في حياتي ما عملتها، اسيبه شويه واشوف هو هيستنى قد ايه قبل ما بيت تتذمر. اذا ما تذمرش وبدون ما حد يطلع ويعتذر ويقول له احنا اسفين وكلام من الاول لاخره، تعرف ان اللي جاي لك ده جاي علشان مصلحه شخصيه له هو وضرر ليك. مفهومه؟ معلش انا بتكلم على ايه؟ على يعني
حاجه دي يعني باي ذا واي، يعني انا والله ما بعمل كده ابدا، يعني انا كل واحد بيدخل باحترامه وفضل واهلا وسهلا واهلا بيك، وده البيست واي يعني تخلي الفيرست امبريشن بتاعك انت محترم، محترم، تحترم اللي حواليك مهما كان اللي قدامك، لازم ياخد احترامه وياخد واجبه وكل حاجه. انما دي حاجه من الحاجات اللي هي ايه، الناس اللي هم بيبقوا عايزين يعني يعني يقيموا موقف ان اللي جايني ده جاي لمصلحه، يعني مصلحه مشتركه بنبقى عارفين. انما لو واحد انا شاكك كمدير او كطرف تاني شاكك في اللي جاي ان هو هل هو مصلحته او مصلحتي او الى اخره، بتعمل له التست ده. معلش انا بقول لكم مش اعملوا كده، انا والله اقسم بالله يعني ما حفظتش يعني، بس انا جات على دماغي وانا بتكلم دلوقتي. طيب الخبره السابقه الحال دي ايه في الموتيفيشنال ستيت؟ الحاله العاطفيه بقى ايموشنال ستيت، الحاله العاطفيه دي للمستقبل ليا انا، هل انا حالتي وانا مستقبل حالتي يعني حلوه وكويسه ومبسوط، ومثلا عندي حد ولادي نجحوا مثلا جاي مبسوط قابلني حاجات كويسه، فاللي دخل عليا ده جاي وانا مبسوط، فالحاله الايموشنال ستيت بتاعتي ايه؟ كويسه. فيعني الحاله اللي انا فيها ممكن كان قبليها مثلا حد عندي ومزعلني ومتنرفز معاه وقصه كبيره وحد يعني في طبعا بيقابلنا كتير في حياتنا يعني. يبقى لو دخل عليا قبل الحاله اللي انا كنت فيها الوحشه وانا في حالتي كويسه، قطعا هتبقى الايه؟ البرسبشن هيبقى احسن واجمل واسهل ومثبت ومور بوزيتيف. الاتيتيود الاتجاهات بقى، الاتجاهات في ناس طبعا تتقي الله سبحانه وتعالى ما عندهاش ما فيش اي غرض غير ان الشغل يمشي والشغل ينجح والنتائج تبقى كويسه والتعامل مع الناس بعدل والى اخره. ده جنرال اتيتيود طبعا اللي هو ايه اللي المفروض كلنا عليه. انما في ناس يعني ما عندهاش الاتيتيود ده، فدايما بيحكم على الايه؟ على الموقف اللي هو فيه بيدركه بشكل يعني زي ما بنقول مثلا المحترم فاكر الناس كلها محترمه، البخيل يعتقد الناس كلها بخيله، اللي هو اللي هي يعني بيدفع زكاه وبيدفع صدقات والراجل اللي هو المتصدق يعني بيعتقد الناس كلها متصدق. فدي الايه؟ الاتيتيودز يعني الفاليوز بقى، القيم، القيم اللي عندي ايه؟ اللي عندي انا، عندي كمستقبل، اللي انا بتكلم عن نفسي ان انا مستقبل دلوقتي ما بسندش بحد يعني، انا بتكلم عن نفسي انا. القيم اللي عندي ايه؟ هل هي قيم بوزيتيف، قيم نيجاتيف؟ يعني هي دي يعني دي نقطه من خمس نقطة. الصفات الشخصيه بيرسونال كاركترستكس بقى، اللي هي الكاركترستك الشخصيه بتاعت الواحد، فيها صدق وفيها امانه وفيها اخلاص وفيها دايرة الحب بتاعتي لغاية فين، هل انا بحب نفسي بس ولا نفسي اسرتي ولا مجتمعي ولا ديني وبلدي ولا الانسانية كلها من اول لاخرها. مثلا الكاركترستيك بتاعت الانسان دي يعني مش يعني بت هي يعني احد العناصر الهامة جدا في ايه؟ في عملية الادراك. عناصر عملية الادراك بقى الموقف المحيط، تسمع عناصر الادراك ايضا الاطار الموجود الذي يهم فيه الادراك، وقاس موقف ادرك على ما تم استقباله على تفسير الشيء او الحدث موضوع الادراك، ويتمثل اطار الموقف الادراك في البيئه الماليه والاجتماعيه. الموقف اللي انا فيه اللي حصل فيه الادراك ده، هل انا اللي انا استقبلته ده وحفسره طبعا عشان اسم ادركته او الحدث يعني استقبلته او الحدث اللي حصل قدامي بيمثل ادراك الادراك بقى في البيئه الماليه والاجتماعيه. يعني هل الادراك ده خاص بموقف مالي او محيط مالي اتفاقيات ماليه مثلا، او هي ايه؟ او موقف اجتماعي قاعدين مثلا بنتفق على شراكه معينه، قاعدين بنتفق على خطوبه، قاعدين بنتفق على اي حاجه يعني. فدي الموقف المحيط بالموضوع ده برضه بايه؟ بيؤثر على عمليه الادراك. طيب الشيء المستهدف بقى يتمثل في الشيء او الحدث
اللي هو المثير لموضوع الادراك. يعني ايه الموضوع اللي احنا هندركه ويتاثر بالادراك بخصائص الشيء المستهدف والتي من بينها ما يلي. من بينها بقى ايه خصائص الشيء المستهدف؟ هيبقى بينها ايه بقى؟ الكثافه او الشده، يعني شده الموضوع او كثافته. يعني الصوت اللي انا بسمعه هل هو صوت عالي قوي؟ الطلب المطلوب هل هو كبير قوي؟ الرائحه اللي بشمها هل هي رائحه قويه جدا؟ بالكثافه او شده الانتنسيتي بتاعت الحدث او المثير او الشيء كثافته او حجمه قوي او كثافه او الشده. يعني بعدين الحجم، حجمه كفوليوم بقى، كفوليوم يعني ممكن نجاين مثلا 10 افراد مع بعض عشان موضوع واحد، ده فوليوم كبير. يعني المفروض ده يعني ايه يبقى بشكل معين ان احنا ايه نحطه في اطار انك تقدر تحل. ان لو على 10 جايين يتكلموا كلهم في موضوع واحد، يعني مش لازم يبقى في عمليه مثلا. انا بتكلم على كحجم عددي. في حاجه ثانيه ممكن يعني اي حاجه، حجم الموضوع اللي جاي، سواء من ناحيه العدد الناس اللي موجوده او الموضوع نفسه كبير او حجمه ايه. الريبيتيشن اللي هو الاستمرار، يعني الحدث لو هو بيستمر هو نفس يعني بيعدي يوميا او كل يومين او كل ثلاثه او كل اربعه، ده خلاص بيبقى عمليه الادراك بالنسبه له بقت سهله، لان انا عرفته وادركته وجالي خلاص يعني خدت عليه خلاص بقى. يعني ان انا فهمته وعرفته، الا اذا حصل حاجه بقى غيرت منه يبقى ده ايه؟ يعني الريبيتيشن هام جدا مثل عمليه الادراك. يعني بيؤكد يا اما بيؤكد الادراك الاولاني اللي حصل معاك او ايه، او بيعدله وانت ماشي. يعني لان الادراك الاولاني ده هام جدا جدا جدا، عشان كده برضه موضوع البرسبشن ده هام جدا بالنسبه لايه؟ لاي حد بيشتغل او بيتوظف او الاخر. النوفلتي، الحداثه، هل هو يعني موقف او شيء انا عارفه ولا اول مره يحصل معايا وما كنتش اتخيل انه يحصل خالص؟ فدي الحداثه بقى. يعني هو ان انا ده ممكن احد الحاجات في موضوع الحداثه ده، يعني يبقى حاجه انت يعني ممكن تؤدي لانك تخترع حاجه، لو هي حاجه حديثه عليك جدا وبصيت لها وادركتها وتقدر تبني عليها فكره على فكره على فكره على فكره. بكلمكم على حاجات بيرسونال، يعني حاجات شفناها وعرفناها وعملناها. يعني التضاد يبقى ايه؟ كونتراست، يبقى بقى ضد ايه؟ ضد حاجه، ضد حاجه، او حاجه ضد ما انا اعتقد، او حاجه ضد ما انا بفكر. ومش دايما الحاجه اللي ضد ما انا بعتقد او بفكر حاجه وحشه، لا، يعني ممكن تبقى حاجه كويسه وانا مش واخد عليها او ما مارستهاش او ما عرفتهاش او خبرتي فيها من قبل كده ما كانتش مظبوطه. طب البعد او القرب من الشيء، زي ما كنا بنتكلم دلوقتي، هل انا دلوقتي البعد سواء البعد بقى الزماني او المكاني او الى اخره. يعني انا ممكن يعني مثلا احنا اليومين دول يومين مش حلوين، ابقى نسمع كل يوم كل يوم، يعني احنا يعني ما اظنش في حد يعني ايه ما هوش قاعد اطول البيت وقته عشان يعرف اخبار اخواننا في فلسطين وفي غزه، يعني فلسطين عموما. يعني فدي ديستانس دلوقتي، الديستانس المكاني بعيد، لكن الديستانس الزماني يعني اشوف لايف. فايه البعد او القرب للشيء اللي يخليك تحس، اللي يبقى البرسبشن بتاعك بيتكون ازاي. وطبعا البرسبشن بالنسبه للموضوع ده، على الرغم ان هو موضوع حاد جدا ويزعلنا جدا كلنا، برضه انت مش سياسه، مش سياسه، لا مش سياسه. يعني يزعلنا، وفي تحاليل كتير وفي كلام كتير وكل حاجه، في حاجات بوزيتيف وفي حاجات نيجاتيف وفي تحليلات وفي حاجات كتير جدا. لكن القرب او البعد من الحاجه بيأثر على الايه؟ في اشياء مستهدف بيأثر على ايه؟ على البرسبشن بتاعك، تأثيره عليك. خلاص؟ عدم المألوفيه حاجه انت مش واخد عليها. يعني
اي موقف يحصل انت عمرك ما شفته ولا مألوف بالنسبه لك. ما دي حاجه يعني ايه. ودي برضو ذكرت حاجه دلوقتي. كانوا عملوا تجربه بالنسبه لعمليه الادراك في ايه، في علوم اداره المشروعات. فجابوا 5 وغمضوا لهم عينيهم، قالوا لهم احنا ايه هنفرق، احنا ايه هنوديكم على ايه، ما كانوش شافوا الفيل. هم بيرجعوا ان هم في ناس تقول لك 5 يعني فاقدين البصر يعني، في ناس تاني بيقولوا 5 ايه ربطوا لهم عينيهم واخدوهم. قالوا له انتوا ايه هتشوفوا حيوان عمره ما كان موجود هنا، بس ما يعرفوش يعني. قالوا له احنا عايزين منكم كل واحد فيكم يقول لنا رايه في الايه، في الفيل اللي انتوا هتشوفوه جنبه دلوقتي. هم ما سمعوش عن الفيل ولا الى اخره. ففي واحد وقفوه قدام الزلومه، مسك الزلومه قال له الفيل ده عامل زي التعبان، خلاص يبقى هو في دماغه ايه تعبان خلاص. في واحد جاء وقف عند الرجل الفيل، فبص كده لقى يعني ايه زي العمود كده، قال ده في ده 4 اعمده يعني، اربع سبورت الفيل ده كويس يعني، هو 4. في واحد تاني كان عند الديل، فلقى الديل ايه بيلعب كده، مش قال ده ايه، ده عباره عن، واخدين بالكم. فدي احد الايه النماذج اللي هي مشهوره جدا في 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 علوم السوشيال برسبشن في الاداره، ان كل واحد بيشوف الموضوع في الحته اللي لمسها او الحته اللي شافها، وبعدين من الحته شافها ولمسها وحسها حكم حكم عام على الموضوع كله على بعضه، من غير ما يعرف ان الموضوع ده له ايه اطراف اخرى او كمالات اخرى. تمام، وصلت الرساله؟ طيب البعد القرب عدم المألوف، هنتكلم على ايه بعد كده؟ مبادئ تنظيم الايه الادراك. احنا اتكلمنا على اللي فات، على الخمس بتاع الكوميونيكيشن، وكلمنا عليها خالص. طيب في عده مبادئ ادراك الانساني عموما، من بين هذه المبادئ ما يلي: النزعه الى النظر الى المثيرات علاقة علاقات مبنية على الشكل أو الأرضية. العنصر الذي يتم التركيز عليه تمثل الأرضية وأحيانا تكون علاقة غامضة. أنت شفت الصورة اللي إحنا شفناها قبل كده؟ اللي هي الإيه؟ اللي هم يعني هل هم وشين يا ترى؟ قصاد بعض؟ ولا هل هي طاولة ترابيزة موجودة؟ ولا ده كاس مية في النص؟ فيعني إيه؟ فدي إيه؟ علاقات مبنيه على الشكل والارضيه. ممكن نعتبر الصوره على بعضها دي ارضيه، والشكل اللي هو ايه الكاس اللي بره، او الكاس ده او الطاوله دي، يعني بين الطاوله والكاس ما هيش مشكله يعني. بس ايه لو احنا ركزنا او خدناه وجهنا نظرنا حته يمين وحته شمال، هنلاقي ان هو لا، ده دول ايه وجهين جنب بعض. وزي ما بنقول، زي ما بقول لحضراتكم، دي ابسط انواع الامثله عشان ايه توضح عمليه الادراك، العلاقات المبنيه على الفيجر جراوند ريليشن شيب. النزع الى تقسيم او تصنيف المعلومات، يعني دايما المعلومات او تصنيف المعلومات، احنا برضو احد الحاجات اللي هي مهمه جدا، ان العقل هو اللي ايه كوجنيتيف اورجانيزيشن، اللي هو اللي هو التنظيم الفكري. يعني انا دلوقتي لما بستقبل معلومات او بصنف معلومات، يعني انا مثلا عندي مثلا الهارد ديسك بتاعي، ممكن يكون مقسمه بقى اجزاء، جزء ده مثلا بتاع انجينيرنج، جزء ده بتاع برودكت مانجمنت، برودكت مانجمنت ده تحتيه اجزاء، ده بتاع مثلا الكواليتي مانجمنت، ده بتاع الدوكمنت كنترول، ده بتاع الكونستراكشن مانجمنت، ده بتاع الاتش اس تي، ده بتاع كذا 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 كذا.
فالعقل عقلنا هو كل ما زالت المعلومات المخزنه بدون تنظيم هتبقى معقده في استخدامها، كل ما زالت درجه تشويش الذهن والعكس صحيح. يعني انا كل ما كان عقلي منظم الامور، يعني زي لما اقول هارد ديسك بالظبط، يعني انا مثلا انا عايز يعني اطلع من يعني حاجه مترتبه بشكل معين، يعني كل ما ذهني وعقلي نظم الامور على بعضها بشكل وتصنيف مظبوط هتلاقي الدنيا سهله بالنسبه لك. هنقول برضو حاجه بتحضرني دلوقتي، طبعا استاذ اللي في الجامعه تمام دول اساتذه كبار، دول دكاتره كبار، كلهم اساتذتنا واخواتنا وابنائنا واحفادنا، بيشتغلوا دلوقتي من مؤيدين لغايه اساتذه كبار لغايه ناس طلعوا معاش. اللي بيبقى ده عالم مثلا في السيفل انجينيرنج وفي البروجكت مانجمنت وفي حاجات كتير، يعني الحاجه اللي هو مركز عليها وبيدرسها مثلا بقاله 25 30 سنه او هو مركز عليها في خلال حياته هتلاقيها بالنسبه له فيري ايزي، فبتاخدها منه ايزي جدا، لانها مترتبه بشكل معين ومترتبه بشكل يعني ايه واضح بشكل منظم ومتقسم صح ومحطوط صح وكل حاجه في مكانها. طيب اتطورت الامور بقى وبدا تتكلم بقى في ايه في بروجكت مانجمنت. لو التقسيمات دي ما اتحطتش صح دي بالظبط زي حالات، انا اتكلم عن نفسي مش ما بقولش عن حد تاني، ان انا مثلا عندي هارد ديسك مليان في يعني 5 تيرا خلاص، والمعلومات اللي فيه قيمه جدا 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 جدا، لكن عشان اطلع حاجه منه بقعد ادوخ اخد مثلا مش متظبطه ولا متظبطه صح. في ناس على تقسيم وتصنيف المعلومات، فكل ما كان فيه المعلومات متقسمه متصنفه صح في حته واحده يبقى ممتاز. بمعنى ايه؟ يعني مثلا تنظيم المعلومات وفقا للخصائص اللي تتوفر في اشياء او ايه او 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 او, أو تغيب عنها. يعني مجموعه اشياء اشتركت في خصيه او خصائص زي ايه؟ في جنرال كاتيجوري، يعني مثلا عندنا النقود والكمبيالات والشيكات والحبلات البريديه، دي مجموعه ادوات الاستبدال، يعني الحاجات دي خلاص يعني بعمل بريك داون، انا عندي قسم معين في ايه؟ نقود وكمبيالات وشيكات وحبلات بريديه، دي المجموعات اللي هي ايه؟ العلاقات الماليه. خلاص بعد كده ده بيبقى ايه له تايتل معين جنرال كاتيجوري، وبعدين كل واحد منهم بتنزل بقى ايه بتبقى نقود لوحدها، الحوالات البلديه لوحدها، الشيكات لوحدها، بيتعامل لوحده بالداون ستراكشر. ودي العبقريه الحقيقه اللي يعني اهم النقط اللي هي بسيطه جدا، يعني هي طبعا تبدو بسيطه جدا والشغل بيها جميل جدا، موضوع الورك داون ستراكشر اللي موجود في البروجكت مانجمنت او في المانجمنت عموما، يعني انك ازاي تعمل تعمل بريك داون للحاجه اللي عندك. يعني زي ما كنا بنتكلم دلوقتي البروجكت بتاعك مثلا عماره، تعمل بريك داون بتاعها البريباريشن الاساسات، الدور الارضي، الدور الاول، الدور الثاني، الدور الثالث، الدور الرابع، تحت تجهيز الموقع في الاسوار اللي زي ما اتكلمنا قبل كده على الكلام ده كله، الاساسات عندنا مثلا حفر او خوازيق عمال المساحه الاول وبعدين خوازيق وبعدين البيك داون. فالبيك داون ده برضه في اي حاجه، يعني احنا بنقول دلوقتي على موضوع الايه؟ الامور الماليه، نقول يعني نقود وكمبيالات وشيكات وحوالات بريديه وكلام ده كله، اوراق موجود اوراق استبدال، فكل واحده منها هتبقى ايه؟ النقود هتاخد في الفيرست ليفل بقى اللي تحتيها سكند ليفل هتاخد مثلا واحده وتبتدي تتقسم، هتصل لمرحله ايه النقود؟ ان انا الدرج او المكان اللي محطوطه فيه النقود محطوط الخمسات لوحدها والعشرات لوحدها والعشرينات لوحدها والمئات لوحدها والمئات لوحدها، ادي بريك داون. الكمبيالات مثلا دي كمبيالات بتاعت فلان فلان، دي كمبيالات بتاعت فلان فلان. بعد كده الشيكات دي اللي هتتحط اثنين، شيكات لينا وشيكات علينا، الشيكات اللي لينا اللي فلان وفلان وعند فلان وعند فلان، الشيكات اللي علينا كذا كذا، ده البريك داون
يعني احنا بنتكلم على بريك داون، ده برضه قلنا قبل كده الانسان نفسه بريك داون بتاعه جسمه، الراس والجسد والرجلين والذراعين مثلا، كل واحد فيهم بيبتدي ده اتقال بريك داون تاني. فالرو بريك داون ستراكشر ده بسيط جدا انما عبقري عبقري، يقسم لك اي حاجه لايه للبارتكلز صغيره خلاص. فدي نزعه الى تقسيم او تصنيف المعلومات. التكامل يمكن استقبال اكثر من مثير واحد كوحده كوحده منظمه واحده، وبالتالي تكوين صوره متكامله حول الشيء موضوع الادراك. يعني انا عشان اكون صوره كامله للشيء اللي انا بدركه ممكن احتاج ان انا يعني انا قدامي مثلا حاجه عايز اعرف مثلا حاجه بسيطه جدا، الفاكهه دي سليمه ولا مش سليمه؟ باخدها مثلا بنقي بطيخ، انا اسف يعني على ابسط حاجه بخبط عليها بيعرف حاجه، الخبراء بقى عارفين ان دي لما ترن بشكل معين يبقى لها كذا، خلاص ببص لها واشوف لونها شكله ايه. فدي ايه؟ ادي ثاني مثير. ممكن تكون لو هي قديمه شويه يبقى باظت مثلا او حاجه هيطلع لها ريحه. يبقى انا ايه بتكلم على ابسط حاجه عشان نعرف البرسبشن في ايه التكامل اللي فيه، ان انا ممكن استخدم كل حواسي كلها من اول لاخرها ان انا اعرف الموضوع اللي في ما عندي ده بعمل ايه صوره متكامله. وبعدين بقى التجميع اللي هو الجروبنج والذي يستخدمه الفرد عند ادراك الاشياء على اساس تقارب او التماثل او التشابه او الاستمراريه. ده يعني زي ما كنا بنقول دلوقتي، يعني الفلوس مثلا في موجوده في حته، الدوكيومنتيشن موجوده في حته، اي حاجه موجوده في حته سيميلر للكلام ده كله. انا برضه جروبنج للايه؟ للنولج. يعني ده دي في العقل، العقل ده يعني يعني لسه برضه ناس كتير مش فاهم اسراره، يعني كل يوم بنسمع حاجات عن العقل وعن القلب. يعني وفي انفسهم افلا تبصرون، ونظل لغايه يوم القيامه بنشوف حاجات جديده وبنتعلم حاجات جديده، والله يعني ربنا يوسع بصيره الناس كلها. طيب الادراك كنظام فرعي من النظام السلوكي زي ما قلنا، في اللي هو الاورجنايزيشن بيهيفير اللي هو النظام السلوكي اللي هو السلوك التنظيمي، بس ده يعني هو ده الاساس، يعني لانه اورجنايزيشن بيهيفير بتاعك يعني الادراك ده جزء من النظام السلوكي. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، ادي مثلا اهو السلوك التنظيمي اورجنايزيشن بيهيفير، دي احد المراجع اللي انا برضو ايه قديمه عندي من زمان قوي برضو بصيت فيها النهارده عشان برضو ان انا وانا بتكلم ابقى يعني ايه الدنيا ماشيه، اللي هو السلوك التنظيمي اورجنايزيشن بيهيفير من نظام فعلا النظام السلوكي. طيب المدخلات، اي ده اي نظام، يعني ايه نظام اللي هو السيستم؟ يعني المدخلات دي البروسيسز اللي فيه، ودي المخرجات عشان نفتكر يعني ايه نظام. فده اسمه نظام، مدخلات عمليات مخرجات، فاكرين التعريف ده؟ طيب هنشوف المدخلات الادراكيه بقى ايه. مدخلات من مصادر خارجيه، اسمها اشياء على فكره في بتاع ثينكس، يعني اشياء او احداث او مواقف او افراد وغيرها من البيئه المحيطه بالفرد. يعني اي مدخل عندي من الفرد اللي حواليا، سواء كانت اشياء او حدث حصل او مواقف او افراد او اي حاجه في البيئه المحيطه بالفرد، يبقى دي المدخلات اللي جاياني، عشان دي هتدخل ايه؟ دي الداتا اللي هتدخل على ايه؟ الداتا ان، عشان العمليات المدخلات الادراكيه اللي هتحصل ايه؟ المدخلات الداخليه بقى او إيه؟ او الذاتيه، الحاجات بقى اللي عندي انا بقى ايه ك ك ك ك كمدرك، او اللي انا ايه اللي انا اللي هعمل بقى الادراك، انا الادراك اللي عندي ايه، فاحنا حاجات خاصه بيا. فالمدخلات الادراكيه الحاجات اللي جايه المصادر الخارجيه، والحاجات اللي جوايا عندي ايه، الدافعيه. الدافعيه دي اللي هي ايه اللي بيقويها او بيضعفها. احنا اتكلمنا على الحاجات دي على فكره، احنا مش اتكلمنا على ماسلوف، واتكلمنا على الديرفر اللي هي التحفيز.
يعني الدفعيه دي عند كل واحد، في واحد الدفعيه عنده من نفسه يعني يستقل لها من نفسه ويرضي ويشكر ان هو بيحرم، في واحد تاني بيسمع كلام حلو يبقى انا لازم اعرف طول النهار مثلا اقول له انت كويس ده انت بتاع فدي بتزود الدفعيه، لان الدفعيه موجوده عندنا، الدفعيه عندنا احنا ما بنجوع عايزين ناكل، فكل انواع الدفعيه كلها من الخير اللي عندي يعني. دي الحاجات الداخليه اللي عند الايه؟ اللي عند الانسان او اللي عندي، بتكلم خليني اشبع على نفسي عشان ما حدش يعني ايه يزعل. الشخصيه انا شخصيتي شكلها ايه؟ هل انا يعني دم خفيف محبوب طبعا كده ولا يعني انا يعني اجريسيف بقى او مغرور او اي حاجه من الحاجات اللي هي سواء بوزيتيف او نيجاتيف يعني. وبعدين الخبره، خبرتي قد ايه وشكلها ايه؟ لان كل الحاجات اللي هي بتعمل ايه؟ بتؤثر على البرسبشن، هي دي بتخليني الموقف اللي حصل معايا في الـ في الـ في قدامي عشان ايه السوشيال بيرسبشن اللي انا ايه البيرسبشن الادراك بتاعي، الادراك خلاص الادراك بتاعي خلاص. الخبره السابقه، القرارات اللي قبل كده، لان يعني انا ما قابلني حاجات شبيهه بهذا الكلام، قراراتي قبل كده ايه؟ وهل ما هو القرارات دي يعني ايه؟ انا خدت لما قابلني موقف زي ده قبل كده خدت قرار معين خلاص؟ ممكن القرار المعين ده كان نفع للشخص المعين او للموقف المعين ده، انما ما ينفعش وهو نفس الحادث حصل في وقت تاني في مكان تاني ان هو يبقى ايه؟ يبقى نفس القرار. لا، يبقى انا لو انا بقى فاهم وعندي خبره كان اقول لاخره، احط انتو كونسيدريشن القرار اللي انا اخدته قبل كده واعرف الامبليكيشن بتاعته تاثيره حصل ايه؟ لو هو قرار كان ناجح هو والى اخره يبقى هو ريفرنس ليا، بس ما بقاش هو نفس القرار لان ده يونيك، ده موقف واحد وبيعتمد عليه حاجات كتيره كده في الفيوتشر خلاص؟ طيب الاتجاهات المدركات المخزنه في الذاكره، يعني في الذاكره متخزن حاجات كتير جدا زي ما كنا بنقول. انا قابلت واحد مثلا دقنه صغيره كده وكان نبغى اقول ده لا دقنه صغيره ده نبغى ده عبقري ده مش عارف ايه يعني ما كانش كده خلاص مفيش علاقه، انما قدرا كده في واحد مثلا بشكل او باخر يعني اي حاجه في الفيزيكال في الفيزيكال يعني واحد ماشي يقول الله مش عارف ايه كان يقول ده درويش ده خلي بالكوا ده مش عارف ايه ده بتاع ربنا ده يعني كلام كده بيطلع يعني بصرف النظر يعني انا مش بعيب على حد ولا بصف حد بحاجه لا انا يعني بقول يعني ايه ان يعني ايه يعني الحاجات المخزنه في الذاكره من السابق بتاعتنا. طيب المدخلات دي بقى اللي هتدخل فين؟ في الايه؟ في الاوبريشن او في بتاعت ايه؟ بتاعت العمليات الادراكيه بقى. انا بدرك ازاي؟ بايه؟ الاختيار في الاستقبال. ما احنا كنا بنتكلم وبنقول انا كانسان بختار يعني بناء على الخبره وبناء على بختار ايه؟ وانا بستقبل اي رسائل بختار منها وببقى الترند بتاعي ناحيه الحاجات اللي انا ايه؟ اللي انا عملتها، اللي انا شفتها، الحاجات اللي انا مارستها وهكذا. التصنيف للمعلومات التي تم استقبالها، هي معلومات خاصة بإدارة مالية ولا خاصة بإتش آر ولا خاصة بتكنيكال ولا خاصة بإيه؟ فالحاجات دي كلها بتتصنف، لازم تتصنف، دماغي بيبقى بيصنف هذا الكلام وبتبقى الخبرات في إيه؟ في سموير يعني خلاص. التحليل بقى للمعلومات الإدراكية، المعلومات اللي جاتني كل أول ولا آخرها بحللها. طبعا الكلام ده كله كل الانسان ما 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 ما, ما, خ... ما ازداد خبره ازداد علم ازداد يعني تجارب شاف مشاكل كتير طبعا يعني، بس ما حدش يعتقد ان هو وصل، لان احنا يعني مهما حصل يعني الذكي فيه اذكى منه، المتعلم فيه متعلم اكتر منه، يعني الانسان يعني احسن له احسن لحياته ان هو يظل
متواضع او مش متواضع، يعني التواضع اللي تواضع يعني اللي فاكر نفسه بيه وهيتواضع، لا، ان نظل على ثقه انك ايه ليس لك من الامر شيء، وان احنا يعني ايه كلنا يعني ايه ربنا اللي بيوصل لنا وبيهدينا وبيوصل لنا الحال بشكل او باخر، وان احنا يعني نظل لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى ياخد وديعته، نتعلم ونعرف ونبحث ايه وما نتغرش باي حاجه، زي ما قلنا لا نتغر لا بمال ولا بشهادات ولا بمراكز ولا ان شاء الله باي حاجه خالص، وان احنا نبقى ايه يعني يعني نخلينا ايه بوساط كده عشان ربنا سبحانه وتعالى ايه يظل يخلينا على رغبه ان احنا نتعلم ونستزيد ونستاد خبره وكلام من الاخر. في الاخر بقى بعد تحليل المهارات الادراكيه اللي هو الاستنتاج للمعاني والايه والدلالات، انا حللت وكان واستقبلت عملت اختلاف الاستخدام التصنيف وهنتكلم لكم بعد كل دول بقى بيطلع لي الايه المخرجات بتاعتي بقى ايه عن الايه عن الموضوع الظاهر قدامي اللي انا بعمل عنه ادراك. يبقى ايه بقى؟ المفاهيم. اول حاجه المفاهيم، افكار يتم تنظيمها على اساس عناصرها المشتركه او العلاقات فيما بينها. يعني في كذا موضوع ببتدي بقى ايه انظمهم بشكل معين، الحاجات المشتركه او العلاقات فيما بينها، دي حاجات ماليه، دي حاجات فنيه، دي حاجات اتش اس اي، دي حاجات كذا كذا كذا، دي حاجات جغرافيه، ممكن انا يعني مثلا رئيس مجلس اداره شركه او مؤسسه او الاخر، وعندي مثلا مؤسسه في هنا في مصر ومؤسسه في السعوديه ومؤسسه في كل حته، تبقى ايه؟ يبقى الحاجات دي كلها تبقى متقسمه برضه جغرافي. عشان كده بقول لكم الورك بريك داون ستراكشر ده على الرغم من بساطته، لكن هو من الايه من الامور العبقريه واللي لازم نخلي بالنا منها ولازم نحاول ان احنا نتقنها ونركز عليها لانها اساس حاجات كتير جدا يعني. المعاني تفسيرات بقى وتفاصيل دقيقه، يعني كل موضوع من الموضوعات اللي حصل عليه اللي انا يعني عندي برسبشن عليه بيتفسر بقى ويخش التفاصيل بتاعته. يعني ممكن الموضوع ان انا شفت مثلا العنوان بتاعه من اول لحظه، انما بقى عشان اخد بقى المخرجات الحقيقيه بقى عشان اطلع بقى حاجه واخد قرار اللي هو دي المخرجات بتاعت العمليات الادراكيه بقى، يبقى لازم ايه اطلب ايه ممكن حاجه تبقى عايزه حاجه اوضح، ممكن حاجه عايز تفاصيل اكتر، ممكن حاجه عايز ابعاد اكتر، ممكن حاجات بدأت انت شفتها مثلا زي مثلا انا شفت حاجه مثلا بتقدم لي عايز اعمل عليها تيست ميكانيكال تيست او الى اخره او كيميكال تيست او اي حاجه، فهي برضه عشان ايه يعني ايه يعني التاكد بقى او المخرج بتاعي بس. المعاني تفسيرات وتفاصيل دقيقه اللي كنا بنقول دلوقتي، عايز تعمل تفاصيل اكتر بقى يعني لما انت قبل ما المخرجات دي والمخرجات الادراكيه دي عايز اعرف تفاصيل اكتر، عايز اعرف تحاليل اكتر، عايز اعرف تجارب اكتر عشان يعني ان انا بقى يبقى الموضوع يبقى يعني واخد شكل الفاينل ويبقى هو اساس لايه يعني اللي كان امبارح كان تاريخ، النهارده هيبقى ايه؟ هيبقى نولج عندي بستخدمها للي جاي. يعني اللي كان تاريخ امبارح بقى مستقبل النهارده. العلاقات بقى اشكال الاتصال او التداخل او الترابط او التنافر بين المتغيرات. يعني اي حاجه بيحصل بيبقى فيه ايه؟ يبقى فيه اتصال، اشكال اتصال او متداخله مع بعضها الامور بقى عموما، يعني عموما كل حاجه في كل مجالات، في الهندسه، في الاقتصاد، في كل حاجه، كل حاجه في الفقه، في حاجات ايه متداخله وحاجات مترابطه وحاجات متنافره مع من بعضها بين المتغيرات في المناخ. طيب طرق تقليل المشكلات الناتجه عن الادراك، في طرق كتير مش طرق متفق عليها علميا ويمكن اتباعها والاعتماد عليها لتجنب المشكلات الناتجه عن الادراك، وهي ايه بقى؟ الحقيقه انا فعلا ميال ان انا اعمل لكم البريك داون ستراكشر اللي انا عملته النهارده ده، ان شاء الله باذن الله هعمله هنشوف بشكل او باخر اللي هو يعني واخد موضوع الادراك كله كموضوع. فهنا ايه ده تبسيط جميل ويكفي ويكفي كل حاجه، بس دي برضه خاطر اديني دلوقتي عشان ايه اللي عايز يعني ايه يبسط الموضوع قدامه. يعني
زيادة عدد تكرار المشاهدات. يعني أنا حصل معايا موقف ومشاهدة وكان الأم والآخره، وأنا بشتغل معايا بشتغل في مشروع بيحصل معايا إيه الموقف ده بيحصل معايا كتير، أو أنا في مؤسسة بيحصل معايا كتير، فتكرار المشاهدات وتكرار ونجاح التصرف في المشاهدات دي كل يوم كل أسبوع كل شهر وهكذا، ده بيؤكد بقى إيه إن البرسبشن بتاعي إيه مظبوط خلاص، فايه بيقلل المشكلات الناتجه عن الادراك. الدقه في المعلومات من حيث الوقت والمكان، يعني انا كل حاجه بتجيني في وقت معين وفي مكان معين، يعني في معلومات بتجيني مثلا لو انا مثلا بروجكت مانجر، في معلومات بتجيني مثلا الصبح في في الموقع كل يوم كل يوم، لازم يجيني كل يوم رصيد المخازن، لازم يجيني كل يوم العماله في الموقع، لا لازم يجيني كل يوم التقرير الفول بتاع اليوم اللي قبلها بكل الحاجات فيه، الزيارات بالبروبلمز بالاتش اس كان بقول والاخر، فبتجيني المعلومات من حيث الوقت والايه والمكان، دي لازم يبقى بدقه بدقه، مفيش حاجه اسمها ان ده تقرير او ده كلام او ده، لا 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 لا، يعني دايما بنقول الصدق والامانه عليه الصلاه والسلام قبل ما يطلع اسلام وقبل اي حاجه، الصدق والامانه، فيعني كل ما وصلنا ان احنا عندنا صدق وامانه الحياه هتنتظم وهتبقى يعني جنه الله في الارض. الاعتماد على المعلومات غير المتوافقه مع خبراتنا. يعني انا ما اجيش اي معلومه تجيني، لازم ابقى فير وابقى عادل. بمعنى ايه؟ يعني اي معلومه مش متوافقه مع خبرتي ما ارفضهاش، بالعكس. يعني برضو يمكن احنا كنا امبارح في لقاء مع الباشمهندس الجميل اللي كان بيتكلم على الايثكس وعلى الكلام ده كله، وبيدعي ان هي المؤسسه المدني بس وهي الدنيا بحالها احيانا، مهندس جميل امبارح مش امبارح فاكر اسمه يعني، بس جميل جدا. ان ايه؟ ان اللي مش متوافق مع خبراتنا مرفضوش ابدا ابدا، ولا اخجل ان انا اسال ابني، والعكس انا ارحب، ولا اخجل ان حفيد اللي لسه مثلا طفل صغير كده ويمسك اللابتوب او بيبقى على طول التليفون بيطلع حاجات لو انا قعدت قدامها 100 سنه مش عارف اطلعها، لا انا اخجل، لان المعلومات مش عشان مش طاقه مع كراتي، يعني انا عندي سلايد رول في مكتبي امسك بقى السلايد رول ده ولا بشتغل فيها من 70 سنه، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش، او من 60 سنه، او مثلا الكالكوليتر الزمان بروجرام الكالكوليتر، او لا ده اصل ال 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 ايه البي ام دي، انا مش عارف البي ام ايه، لا بالعكس، ايه ال 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 التكنيكال اوفيس ده، وايه الكونتراكت مانجمنت، وايه يعني الناس اللي هي ايه الاجايل، ايه السكرام، ايه الكلام ده كله، اللي ايه يعني المعلومات دي اللي هي ما عنديش انا خبره فيها وما اعرفهاش، ما اقولش لا دي بقى دي، يعني في ناس ده البرسبشن بتاعها، هذا طبعا برسبشن خاطئ، ولازم لازم نوقن ونقتنع ان كل يوم كل يوم في علوم بتزيد، كل يوم بتتعمل، يعني من فضل الله سبحانه وتعالى اذكر انا 2002 2003 يعني موجود في السي في، يعني كان اللي هو هو از وين ساينس اند انجينيرنج، يعني هم ما اعرفش هم اختاروين من مصر بقى، يعني كنا 70 80 واحد في مصر اكتبوا في احسن مننا ملايين المرات مصريين في الخارج، في انواع علوم انا بصيت عليها طبعا درست كان من زمان يعني في 2004 يمكن ولا 2003 2002، في انواع من العلوم لغايه النهارده ما اسمعش عنها وموجوده في العالم وكمان في العالم كله، اقول الاخر ما اعرفش ما اعرفش ما صرتناش ما صرتناش ما اعرفش لغايه النهارده، ودي بقى لها انا شايفها من 17 سنه ولا 16 سنه، ف ما ارفضش اي معلومات مش متوافقه مع خبرتي ولا مع معلوماتي ولا مع احلامي، لان انا مش ده انا مش نقطه في محيط دون النقطه اللي في المحيط، والنهارده كل يوم العلم بيتطور بقى كل ثانيه مش كل يوم ولا كل ساعة ولا كل مثلا، لا ده كل سنة دلوقتي العلوم بتتقدم وبتتطور وفي متخصصين، والمتخصص نفسه اللي هو في حتة قد كده مثلا في الكواليتي
مش في الكواليتي كلها دلوقتي خلاص، انه يبقى مش في الكواليتي كلها ده يعني ايه، ده كان حلم من زمان. دلوقتي لا، دلوقتي الكواليتي وصلت للين 6 سيجما واللين 6 سيجما، ودخل بقى في الجرين بيلت والبلاك بيلت والمصري بلاك بيلت، كل دي تخصصات، تخصصات في الكواليتي، تخصصات التخصصات التخصصات خلاص. في يعني حاجات في كتير جدا في كل حاجه، في كل حاجه يعني. الناس ما شاء الله اللي بيشتغلوا في البيم دول، شوف النهارده في ايه، مليانه حاجات. احنا زمان كان البيم ده متقسم معماري لوحده وانشائي لوحده والكتريكال لوحده وميكانيكال لوحده، النهارده ما شاء الله كلهم اتحطوا في حاجه واحده. يعني نعم، انا يعني كان نفسي يعني ان شاء الله يعني ربنا يدينا عمر ودنا عقل الفرد مش فيها شويه في الدايمنشنز اللي فيها قد ايه. يعني لغايه دلوقتي انا اللي سامع عنه 10 11 12 دايمنشن، اكيد كل يوم بيجي يعني ان شاء الله المهندس عمر ان شاء الله يبقى ايه يتحفنا باحد المحاضرات المبسطه الجميله عشان نفهم الاي بيم بطريقته الجميله البسيطه يعني باذن الله تعالى. طيب التحيز في الادراك ده حاجه طبيعيه، واللي يقدر ان هو يتغلب عليها او ان هو ما يعني ما يعني ما يبقاش متحيز يبقى كويس جدا. البايس اللي هو التحيز يعني الاثار الاوليه والحديثه اللي برايمري اند ريسنتلي افكتس. التحيز الادراك في هذه الحاله بينتج عن ايه؟ يعني انا ادراكي بيبقى متحيز ليه؟ وانا غالبا بتحيز في ايه؟ ليه بتحيز؟ ان انا لو خدت انطباع سريع وفي اللحظه الاولى، يعني من اللحظه الاولى انا داخل لي واحد وشبه واحد عمل معايا مشكله زمان، اقول للراجل ده مشكلتي بتاع مشاكل بقى وما ملوش لازمه. انا بعمل انترفيو لواحد مثلا، ومثلا ايه عمل اي حاجه يعني اكل لوافر بصيدي مش عارف ازاي او يعني ايه، قد اخد حكم عليه ايه كده يعني. مع ان احنا زمان كان يقول لك اللي ياخد لوافر ده يعني في عبقريه في حاجه معينه يعني الكلام كتير، بس كل واحد بيبقى ايه متحيز اما ياخد انطباع سريع في اللحظه الاولى. يعني واحد عمل فيه مقلب او سرقه او عاقب بيعمل وحش زمان او الى اخره، بيبقى الشكل اللي داخل له في نفس الكاركترستكس بتاع الشكل التاريخي القديم بتاعه، فبياخد معاه انطباع سريع في اللحظه الاولى، ودي من اخطا واوحش الحاجات اللي في الايه؟ اللي في البرسبشن، واوحش حاجات في المدير. طيب الاعتماد على الملامح الاخيره او الحديثه، الانطباع الاخير او الحديث، يعني بعتمد على الايه اخر حاجه قدامي اللي هي ايه الشكل بتاعه الفيزيكال او التصرف. مثلا يعني واحد يعني داخل مثلا احنا كنا بنعمل الكلام ده زمان، اما كنا بندي دورات ان يعني مثلا انت عشان تبقى مدير مشروع دولي لازم هتخش امتحان في لجنة، ولجنة فيها ناس الشاب اللي فيهم مثلا عنده 65 سنة مثلا، وكان زمان كان في بقى في واحد أوروبي. ف كنا بنعمل يعني نوع من الايه من السيموليشن، ولما بحط مثلا في التريننج وقت المحاضرات كنا بنديها في التريننج كنا بنعمل، انا بنقعد مثلا اثنين ثلاثه كايه اللي هم دول اللي عملوا اسسمنت اللي داخل، واخلي اللي داخل ده اللي هو هيعمل بيعملوا تريننج اللي هو ازاي هيقابل الناس ويقابل، لان في خطوه من الخطوات عشان تاخد شهاده بقى رسميه يعني. بيدخل يخبط ويدخل ماسك شنطته ويدخل يقعد. مهما كان علمك ومهما كانت قوه شخصيتك ومهما كان اللي عندك، انت داخل عندك الاحساس ان انت داخل تقيم خلاص، ما انتش في حالتك الطبيعيه مهما كنت. وانا بتكلم عن نفسي، بلاش اتكلم عن حد يعني اعتقد ان هو، انا بتكلم على الانسان عموما في الواقع. انا داخل عشان ثلاثه اربعه او خمسه هيعملوا لي اسسمنت عشان اشتغل او عشان اتعين او عشان اعمل حاجه معينه خلاص، فبيقعد
كويس جدا واثق من نفسه زي ما اتفقنا، وكان هو يفتح شطته ويطلع ويبتدي يتكلم عن كان هو الاخر. غصب عنه بقى مش بكيفه ان اللي قاعدين اثنين ثلاثه ده سيميليشن، هو عمله سيميليشن، يقعدوا ايه يسالوه اسئله وبتاع يتلاك برجل يتلقلق يعني قبيل ايه وهم ايه يضحكوا. فنرد عليهم واقول لهم طب حاضر هتشوفوا دلوقتي اللي هيحصل. بروح جاي واللي دخل ده يتعمل له اسسمنت، بروح مقعده من ضمن الاسسورز من ضمن الثلاثه اربعه اللي هيعملوا اسسمنت ايه اللي وراهم، ومش اللي وراهم بقى اللي هم كانوا قاعدين بيضحكوا كاسسورز على اللي هم بيعملوا اسسمنت. طبعا انا باخد المواضيع مش باخدها بعنف ولا لا، يعني باخدها يعني ايه ان الانسان اللي داخل يقعد على كرسي الاسسور غير اللي قاعد على الكرسي اللي هو بيتعمل له اسسمنت، ده غير ده. خلاص بيحصل نفس الحكايه، وهو كان لسه بيضحك على اللي هو اللي بيعمل له اسسمنت وارتبك او غلط او مثلا ما كانش يعني ايه 100% واثق من نفسه. انتوا شفتوا في فرق انك قاعد على الكرسي ده وانك قاعد على الكرسي ده، تمام؟ فهنا دي الانطباعات السريعه في اللحظه الاولى هامه جدا، والاعتماد على الملامح الاخيره او الحديثه انطباع اخير او حديث دي مهمه جدا. ما ينبغيش ان انا قابلت البرسبشن بتاعي او هي دي البراعه بقى او دي الخبره ودي الكلام. انا مش بقول ان انا كده ان انا يعني احسن من حد، خلي بالكم يعني الا استثني نفسي في اي حكم او في اي بتاع، بس انا الامانه ان انا اوصل لكم الموضوع بشكل مجرد وبشكل ما فيهوش تحيز، لا تحيز ليا ولا هقول لكم حد من ولادي ولا حد من احفادي ولا حد، لا خالص. انا بقول يعني ايه احنا كلنا بشر وكلنا بيحصل معانا هذا الكلام وكلنا بنعمل رونج بيرسبشن وكلنا بيعص في الادراك تحصل معانا، لكن كل ما كنت انا فاهم هذا الكلام وابقى فير وابقى يعني مستخدم خبرتي صح وعامل ومدرك الموضوع صح هبقى يعني ايه هبقى ايه جود بروجكت مانجر او جود بروجكت مانجر. الاعتماد على الصفات الرئيسيه ريلاينس اون سنترال فريز، نحيل عادة إلى تنظيم إدراكنا حول الخصائص أو الصفات الأساسية في الشخص أو الشيء أو الحدث المستهدف والتي تمثل في نفس الوقت مجال اهتمام. فدي بقى إيه؟ ده الأسباب بتاعت التحيز. إن بعتمد على الصفات الرئيسية وبنحيل كل إنها بننظم إدراكنا بالإيه؟ في نفس في مجال اهتمامنا إحنا، يعني في مجال اهتمامنا إحنا اللي بن إيه؟ بنقارن أي حاجة بحاجه بيلت ان جوانا ومش عايزين نستقبل او نقيم طريقه فيها. طيب التحيز في الادراك في ايه؟ كم نظريه؟ ادي طيب خلاص قربنا. طيب في نظرية الشخصية الضمنية implicit personality theory، نظرية الشخصية الضمنية يعني ايه؟ كل فرد مننا لديه نظرية خاصة به للشخصية الضمنية او التي تتفق مع شخصيته، وبالتالي تؤثر هذه النظرية على الادراك وللاخرين او الاشياء او الاحداث المسببة في الادراك. يقول لك المدير الحازم ده مدير قاسي اخاف اناقشه، يبقى ده كلام مش مظبوط. الحزم في الاداره ودي رساله برضو لاي واحد اشتغل مدير، فلحظه من اللحظات انا لازم ابقى حازم جدا، حازم جدا بشكل لما يبقى في مثلا موضوع وانا عارفه انا واثق انا متخصص فيه، يعني ما فيش في لين بقى ما فيش في زار، لا انا 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 عارف واثق ومتاكد طبعا عن 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 علم. يعني انا اصلا مثلا كانت المصدر بتاعتي قبل موضوع الدكتوراه كانت المصدر بتاعتي في الهاي رايز من فضل الله سبحانه وتعالى، الله يرحم اللي علمونا ويبارك لهم ويرحمهم ويغفر لهم ويعني ويجعل منهم الجنه يا رب ويجازيهم كل خير، اساتذه كبار خدمونا وخدموا زمايلنا المهندسين اكثر من 40 اخرجوا اكثر من 40 دفعه الله يرحمهم، اساتذه 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 على حق يعني.
فالمهم في موقف من المواقف، طبعا هو مش صح صراحة الواحد بيتكلم عن نفسه، لكن انا بتكلم علشان برضه ده موقف من المواقف اللي هي النادرة جدا في حياتي، يعني هتروح بره السياق. كنت ماسك سينيور ريزد انجينير، اللي هو انجينير بقى التوب بتاع انجينير في موقع، كانت ابراج اكبر مشروع ابراج كان في ابو ظبي، اكبر مشروع ابراج كان 6.9 بليون درهم. فالمهم احنا قاعدين والمالك قاعد والمقاولين قاعدين والشاريين قاعدين، كل الجنسيات خلي بالك، في امريكان وفي انجليز وفي فلبينيين وفي هنود وفي مصريين وفي عرب وفي كل وفي لبنانيين وكل كل كل أنا. كنا حوالي 17 واحد على طاوله الاجتماع وبنتكلم. فايه كان في نوع من بداوا يفكروا يوميها في اتحاد معين ما بين الملك وبي ام او بروجكتس والديزاينرز والاشراف اللي هو احنا كله، يعني نعمله ايه حاجه اسمها كوربوريت او مش فاكر شكل الموضوع ايه، يعني التسميه مسماه ايه، يعني ممكن افكر فيها اطلعها، بس انا يعني ايه اقول لك عليها بسرعه يعني. فبنتكلم بنقول بقى ايه بقى عشان يتكلموا بقى من اول وجديد، ان التاور ده يعملوه بريكاست. انا اصلا من فضل الله سبحانه وتعالى ماستر هاي رايز وفاهم الهاي رايز، وكنت بحله بايدي واعمل له البرامج بتاعته بايدي قبل بقى الساب والستاد والستاد برو والحاجات الجميله دي اللي اولادنا واحفادنا عارفينها وانا ما اعرفهاش. وانا بتكلم بمنتهى الوضوح، يعني انا مش ما بدعيش نفسي حاجه، انا ما اعرفهاش اني اعرفها، لا ما اعرفهاش. فقلت لهم يا اخوانا انا دي يعني بدعي ان انا بفهم فيها من فضل الله سبحانه وتعالى، السير لغايه دلوقتي يمكن في ناس كتير طلعوا ما شاء الله عليهم وزي الفل، يعني شباب فل يعني. ويا ريت كل الفيرتيكال اليمنتس، اعمده او شيل وولز او تيوبز اللي هي ابدار السلم والى اخره، بتبقى يعني ايه تيوب يعني مفتوح من تحت لفوق مصبوب، يعني كل ده يبقى كاستنج بليس. عايزين تحطوا حاجه ريكاست، حطوا كاميرات، حطوا يعني اي حاجه اللي هي الحاجات اللي هي ايه الكمالات بقى. بداوا ياخدوا ايه يعملوا ايه نوع من السؤال بقى، كل واحد رايه ايه عشان نشوف انا رايي اللي هيمشي. فاللي بيدير الموقع اللي بيدير الميتنج الملك عادي، يعني زي اي مشروع كبير يعني او اي مشروع عادي، المفروض الملك اللي بيديره يبقى المفروض بتاعته البي ام او معاه والناس تفهم. الراي ايه كله ماشي، هيكون مثلا حوالي 17 واحد. فجاء عندي وقال ايه طبعا راي المارس حسين معروف ان احنا ايه هنعمل ان مش هنعمل كله بريكاست. قلت له لا، سجل الراي اللي انا بقول لك عليه، سجله وقول السير القاضي قال كذا 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 كذا. وكله للاسف 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 دايما بنمشي بهوى الكبير او هوى الليدر الموضوع، شوفوا عايز ايه وبنعمله له. وده طبعا ده ايه ده شيء سيء جدا من فضل الله سبحانه وتعالى. اوعى حد يعني يمشي هذه الطريقه في اي توب مانجمنت او اي بوست مانجمنت، لازم تسمع لكل الناس لغايه السعي بتاعك اللي بيجي لك. فالمهم سجلوا هذا الكلام، بداوا يعملوا ايه خلاص المشروع وقف. كانت حصل كرايسيس بقى بتاعت 2009 8 2009 وقف وانا مشيت. بعد كده بعدها بسنتين ثلاثه كده اتفتح المشروع، عرفت ان المشروع مشي زي ما انا قلت لك. لان لما بقول راي ببقى قاطع فيه في حاجتي، يعني ده تخصصي. يعني انا وانا ستراكشر انجينير لو معايا ستراكشر انجينير شباب ما بفتحش بقي، خلي هو اللي يتكلم. يعني ان انت كمدير مشروع لا تتحيز لحاجه عندك ولا
لتاريخك القديم ولا يعني ما تقفش عند نفسك او عند ما هو فيه معاك. ماشي، انا اسف ان انا طولت عليكم في الحته دي، بس هي نقطه مهمه جدا، ودي من المواقف اللي هي اللي علمتني في حياتي ان انا لو حاجتي القويه جدا ما اسكتش عليها. لو في اي حته، في يعني ما دام انت حاجتك وانت واثق منها وبتاع، ما تسكتش، لا لازم تطلعها وتطلعها لوجه الله سبحانه وتعالى، ومالكش دعوه بالنتائج هتحصل ايه بقى، بس انت بتقول الحق. نظريه الشخصيه الضمنيه امبلسي برنسي ثيوري، كل ما فرضنا ان دي نظريه خاصه للشخصيه الضمنيه تنطبق مع الشخصيه الباتيه ذو ازمه وضياع ادراك الاخرين او الاشياء على حسب مشاعرها الادراك. المدير الحازم مدير قاسي، لا المدير الحازم مدير كويس قوي قوي قوي. بس طبعا هي الحاجه الأسوأ حاجه في الاداره، مش أسوأ حاجه يعني، احد الحاجات اللي هي كمدير لاي مكان سواء المشروع او الشركه او اي حاجه، ان الناس ما تفهمش السيستم بتاعك. بمعنى ايه؟ انت راجل طيب، يعني انت كمدير، مش انا بقى، انت بقى المره دي انت راجل مدير طيب. طيب للاسف الناس بتعتبرها ضعف. لا مش ضعف. انت مدير بتحب الناس بتوعك، يقول لك ما فيش دخل، لا في حب. والمثل بنقوله دايما في لقاءاتنا او في شغلنا او في اي حاجه، انا لو اشوف ابني ماشي مع صاحبه ابن الجيران والاثنين عملوا نفس الغلطه، بعمل ايه؟ ما انا بحب ابني جدا، باخد ابني اظبطه، ده اللي انا بحبه خلاص، وهو عارف ان انا بعمله كده عشان بحبه. ابن الجيران بعمل له ايه؟ بطبطب عليه كده بقول له يا شاطر، ايه بلاش كده عشان كده غلط او كده حرام. فمش معنى ان انا مدير محب ومدير طيب ان انا مش حازم او مانيش او مانيش يعني كويس او الى اخره. لا بالعكس بالعكس، ده في الاداره بالحب اللي احنا يعني ايه ناس كتير ما تعرفهاش موجوده يعني من زمان يعني. طيب يبقى اول حاجه اتكلمنا عليها المدير الحازم دي قاسي، دي فكره، دي فكره غلط. الاسقاط بقى، ودي من اهم الحاجات برضو اللي هي مهمه جدا. احنا بنقول ايه؟ اي واحد فير ومحترم فاكر الناس كلها فير ومحترم خلاص، اللي هو اللي مش كويس فاكر الناس كلها مش كويسه، اللي مش مخلص فاكر الناس كلها مش مخلصه. فايه ده اللي هو عاده الاسقاط، يعتقد الاخرين سيحلون بطريقته. يقصد بالاسقاط هنا ان يقوم الفرد باسقاط مشاعره وافكاره على الاخرين او الاشياء او الاحداث المستهدفه في عمليه الادراك، اي ينسب هذه المشاعر والافكار اليهم، ومن ثم حدوث التحيز في الادراك. هنا بقى بيحصل تحيز في الادراك. خلاص، الصوره العقليه المطابقه اللي هي الستيريو تايب. هناك ايضا نزعه لدى الافراد تميل الى التعميم ورسم صوره مطابقه حول الاخرين على اساس بعض الخصائص مثل النوع او الجنسيه او العمر. يعني يجي اقول لك ايه؟ اصل مش عارف الجنسيه الفلانيه دي كلهم بيناموا. انا مش هقول حاجه عشان انا مش ناقص ذنوب، مع ان دول من اجمل الناس اللي انا شفتهم وعشتهم واشتغلت معاهم. فيهم ما فيش حاجه اسمها يعني جنسيه وحشه، لا ما فيش حاجه اسمها دين وحش، لا ما فيش حاجه اسمها يعني، الا طبعا السياسه وبقى ومدعين الدين والكلام واللي بيتاجروا في الدين كانوا طبعا دي وحش وحش جدا، مش وحش بس، انما يعني في كل الجنسيات في الرائع. انا شخصيا دي خبرات الحياه، في ناس عظيمه عظيمه، كل الجنسيات كل الجنسيات كل الجنسيات، يقول لك ده اللي مش عارف الايه اللي مش عارف الايه وحش، لا لا لا، يعني دي نحطها يعني ايه عشان ما يبقاش عندنا تحيز، ما يبقاش عندنا فكر معين. يعني من فضل الله سبحانه وتعالى، انا الخليج كله بفضل الله سبحانه وتعالى، من السعوديه لغايه اليمن تحت لغايه الروس، يعني كل تقريبا الخليج كله يعني ربنا رزقنا ان احنا اشتغلنا في كل حاجه منه. بتكلم عن خبره سنين. الغالبيه اللي قابلونا لسه علاقات لغايه دلوقتي، وكلهم يعني مش عايز اقول يقاربوا ان هم يبقوا ملائكه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا يبارك لهم جميعا. فمحدش يدي صوره
يدي مثلا ايه، خلينا نقول في مصر هيقول لك الصعايده دول، مش عارف الصعايده دول من اطيب خلق الله، يزعق يزعق وبس، خلصت خلص الزعق الزعقتين بتوعه وعمل اللي هو عامله، يهدى بعد كده ويجي يعتذر لك ويكسف لك كلام الجمهور الاخر مثلا. يعني يقول لك مش عارف ده في سوريا، يقول لك ده اصل بتوع البلد الفلانيه دول طيبين قوي، وهم الحقيقه مش عايز مش عايز اسمي مسميات يعني، وهم ناس في قمه خلق وقمه طيبه وقمه اخلاق في كل حته، في كل حته في هذا الكلام. فمحدش يعمم حاجه، محدش يعني الحكم العام على اي جنسيه او اي دين او اي مله او اي طائفه او اي اتجاه، محدش يعمم في احكام. او العنف، بيقول لك ده مش عارف ده ايه، خلاص ده عنده مثلا 70 سنه وخرف. لا، في ناس بتخرف وعندها 20 سنه، وفي واحد زي ديمينج بنى امريكا كلها وهو عنده 80 سنه، واشتغل لغايه عنده 94 سنه. جوران اشتغل في امريكا لغايه ما بقى عنده 104 سنه. يعني ما يعني السن، انا مش هتكلم بقى عشان ابو ظبي الفرد اللي حارب وهو عنده 100 سنه، وانا هتكلم على القائد المسلم كنت بيتكلم عليه النهارده، كان عنده 17 سنه وبيقود جيش في سيدنا عمر وسيدنا عثمان والناس دي كلها الى اخرها. لا يعني لا علاقه برضه لا بالجنسيه ولا بالعمر ولا بالنوع ولا باي حاجه برضه، ولا النوع ولا ده راجل ولا ده ست، ابدا ابدا. في ستات كانت بتحارب مع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في غزواته، وكانوا اسود حواليه، اسود سيدات اللي احنا دلوقتي بنقول الست مش عارف ايه، لا إيه. اسود. النهارده في فلسطين في ست زي ما بقول بألف امراه قويه، يعني مش عايز اقول الراجل يعني، لا يعني خلينا بألف امراه محترمه يعني. بلغه اخرى، فانه عندما تتوافر معلومات عن الفرد المستهدف بالاضراب بخصوص الطبقه الاجتماعيه التي ينتمي اليها او الجنسيه التي يحملها، فاننا بكون افتراضات معينه حول الاسم. ده اللي هو ايه، التحيز الادراك. ده اسمه التحيز في الادراك، يعني انا ما تحيزتش في ادراكي عشان لا خبرات سابقه ولا جنسيه عملت عليها، لا ده مش عارف ايه ايه، لا ده اسكندراني ايه، لا ده مصراوي ايه، لا مش عارف ايه، لا. هذا الكلام سيء جدا ومش كويس ومش صح. نتكلم على الخلاصه. يمكننا ان نقلل التحيز في الادراك ومن ثم تصحيح عملياتنا الادراكيه الاجتماعيه من خلال مراعاه ما يلي. الادراك، لان التحيز ده الباعث ده خطوره. يعني ان التحيز في الادراك بقى ايه؟ ده بقول لك ايه، الرد الكلمه، يعني كلمه قلتها خلاص، لا اسمها كده الرؤوه للحق فضيله. يعني انا لو مثلا الفيرست امبريشن بتاعي حسيت ان الراجل اللي جاي قدامي ده مثلا في حاجات ناقصه او حاجات مش كويسه او الى اخره، وبالممارسه اكتشفت ان هو لا ده انسان كويس جدا ومخلص جدا ورائع جدا ورائع جدا، لازم يتغير فكري واشجعه واحييه والى اخره. والعكس بيحصل كمان، ممكن يجي واحد حلنجي زي ما بيقولوا في البتاع، يعني ياكلني مثلا، مش عايز اتكلم عن حد عننا، واضحك عليا بقى وفهمني ان هو يعني اللي ما حصلش، وان هو العالم العلامه في الهندسه وفي الاداره وفي كل حاجه يعني، وفي الاخر اكتشف ان هو يعني ايه مش مظبوط. فيعني التو كيسز موجوده، واحد بيبان هو بوزيتيف قوي واخد البرسبشن بتاعه ان هو بوزيتيف، ويطلع نيجاتيف بعد كده، ما افضلش بقى اقول لا ده انا رايي ان هو بوزيتيف من اول يوم في كله، لا. والعكس برضه، لو انا خدت البرسبشن دي من الاول وجاء بالوقت حسيت ان هو بوزيتيف، لا انا لازم ياخد حقه، لازم ياخد حقه. ويفضل ان انا اكون على خبره وعلى تجربه وعلى اسلوب علمي وعلى تحليل علمي، ان انا يعني ايه يبقى البرسبشن بتاعي مطابق. ولقائنا النهارده وضح لنا حاجات كتير، وحاجات كتير تقدر ان احنا الابلكيشن بتاعها هيبعدنا عن الانحياز في الادراك، يطور يعني. وبتمنى ان يكون ده الرياكشن بتاع او التفاعل بتاع الناس اللي موجوده. طيب، عدم التسرع في فقد الانطباعات الاوليه، عدم الاعتماد فقط على الملامح او الانطباعات الاخيره عن الاخرين زي ما قلنا، ده مش عارف ده شعره اصفر ده يبقى راجل مايع، ده مش عارف ده دقنه مش عارف ده مش حالق دقنه ده يبقى مش عارف ايه،
لا ده دي اصلها مش عارف محجبه تبقى ايه، لا دي مش محجبه تبقى ايه، لا دي منتقبه تبقى ايه، لا دي مش منتقبه تبقى، الكلام ده كله كلام ملوش لازمه، مش لازمه يعني، عدى علينا كل الاشكال يعني. والخبرات كلها طبعا احنا مش بدعي احنا شفنا كل حاجه فينا، لا في الشباب شافوا قد اللي احنا شفناه 100 مره وماشي حاجات اقل منها 100 مره، انما انا بتكلم عن ايه، عن علم وعمل يعني، دايما نربط الاثنين، ما يسمى اكاديمي ولا انا ما بحب التسميه الاكاديمي بالنسبه لاداره المشروعات، مشروعات ابلكيشن وتطبيقات بتتاخد تتحط في الكتب عشان تسهل نقلها للناس. طيب عدم التركيز فقط على الخصائص وصفات الاخرين او الاحداث والتي تمثل الخصائص وصفات ذات ملء لدينا شخصيا، لا تعتمد على عوامل شخصيه وافتراضات ضمنيه خاصه بنا عن ادراك الاخرين او الاشياء والاحداث. ما تعتمدش على عوامل شخصيه انا، يعني انا حصلت معايا مشكله واحد اداني مقلب من جنسيه معينه او من طائفه معينه او من شكل معين او اخر، يبقى كل الناس اللي كده لا فعش. لا نسقط مشاعرنا او افكارنا على الشيء محل الادراك. يعني معلش هنتكلم على ايه يعني، مثلا واحد زوجته تفضل زوجته تقول له انت بتكرهني انت بتكرهني انت بتكرهني، واقع الامر هو ما بيكرهاش، ده اللي بتكرهه، انما بتسقط عليه ان هو بيكرهه، هو ما بيكرهاش يعني، مفيش راجل بيكره ست ابدا يعني، الا اذا كانت بقى يعني مش مظبوطه يعني. انا بكلمكم على جنرال كيسز يعني، يعني ان انا ايه ما اسقطش اللي عندي على الاخرين. انا مثلا حريص شويه على الفلوس اقول ده الناس بخيله او ده مش عارف، لا ده الاسقاط ده من الحاجات اللي هي ايه برضه اللي ما بتخليكش ايه، بتخليك متحيز، بتخليك بايس يعني. لا تعتمد على الصور العقليه المطابقه والتحكم على ادراك الاخرين او الشيء او الاحداث بوصف، ده اتكلمنا عليه طبعا اللي هي ايه اللي تكون عندي وكره تقديم اقول اخرها، ما ايه ما اعتمدش على الحاجات دي اقول اخرها وعممها عند ادراك الاخرين. هنا بقى اعتقد دي اخر نقطه عندنا، اخر سلايد مش كده ولا ايه؟ ده اخر سلايد. يعتبر الادراك جوده الادراك في الاداره. الادراك احد المحددات الاساسيه للسلوك الاداري والتنظيم، ويمثل ويتمثل اهتمام الاداره بالادراك في التجاره الرئيسيه. يعني انا كاداره انا كمدير ليه لازم اهتم بعمليه الايه السوشيال بيرسبشن؟ ليه؟ حاجات كثيره جدا. اولا عشان العلاقه اللي بيني وبين اي ليفل تاني، انا كمدير مشروع بيقابلني ناس كتير جدا اكسترنالز يعني بره المشروع في مع علاقات تانية، يبقى انا لازم ان انا عشان ياخدوا عني الانطباع الصح او الانطباع زي ما انا زي ما انا يعني زي ما انا انطباع عني انا شخصيا بيرسونالي، لان طبعا كل واحد عنده هيعمل عنده بيرسبشن وبيبني على حاجات معينه، لكن مش كل الناس قرت الكلام ده او سمعته او درسته او دخلت فيه بعمق او الى اخره. ماشي؟ فانا كمدير مشروع في حاجه ان اخلي الناس اللي تقابلني تعمل تاخد عني بيرسبشن كويس. خلاص؟ دي من ناحيه. من ناحيه ثانيه ان انا كمدير معايا طقم ناس، يعني اوصل المشروع مره كان معايا 170 واحد، من اكبر المشروعات اللي عملتها 170 واحد في الاورجنايزد شارت موجودين بالاسم كشف. فالمهم بحاجه المدير لمعرفه طبيعه وابعاد وخصائص العمليه الادراكيه حتى لا يتصرف او يتعامل مع المرؤوسين والزملاء والرؤساء بطريقه واحده بسبب الفوق الفرديه بتاعه. يعني انا مش هتعامل مع الناس كلها بنفس الشكل، هو انا واحد اخلاقياتي واحده صفاتي واحده بتاعتي واحده، ولازم ابقى فير ولازم يبقى عادل، لازم ابقى مخلص، لازم ابقى محب، كل ما كانت الكاركترستكس بتاعتك. انا مش بتكلم عن يعني في الحاجات الكويسه ما تعتبرونيش ان انا بتكلم عن نفسي، بتكلم على اي حد، ان لازم الكاركترستكس بتاعته تبقى بما يرضي الله. واتقوا الله ويعلمكم، يتقي الله في كل حاجه، يتقي الله في نفسه في بيته في اولاده في زوجته في وانت كمدير بتتقي الله
في كل الناس اللي بتشتغل معاك، من اكبر واحد لاصغر واحد. وانا ما بحبش كلمه اكبر واصغر واحد، برضه قلت الكلام ده قبل كده. يعني انا عندي اللي بيعمل قهوه والشاي في الموقع وبيدخل كده بصينيه نظيفه وحاطط عليها المناديل بتاعتها وجايب الفنجان القهوه كده بشكل حلو كده محطوط كويس وجنبه كوبايه ميه كده حلوه ومشبره وجميله وبيقدم خدمه كويسه وبابتسامه حلوه وبهدوء، احسن من مدير عام شركه او رئيس مجلس اداره شركه مش كويس. يعني التقييم ما يبقاش عشان هو كبير صغير او اهميه او اخر، كله مهم. يبقى التقييم لله سبحانه وتعالى، والتقييم تقييم مجرد يعني. خلاص؟ في حاجة المدير المعرفة طبيعة وبعض خصائص الأعمال الإدراكية حتى لا يتصرف ويتعامل مع المرؤوسين والزملاء والرؤساء بطريقة وحيلة بسبب الفوق الفردية في الإدراك. زيادة وعي المدير بنفسه وبمحددات سلوكه حتى يمكن أن يكون أكثر قدرة على التكيف مع المواقف، ويكون أكثر قدرة على استكمال المعلومات التي يحتاجها وإرسالها بكفاءة، وبالتالي تحقيق الاتصال الفعال في العمل. دي آخر سلايد. لا في أخطاء. طيب تشتغل جوه تدخل الإدارة في الإيه؟ في الأفراد الأذكياء أمال إيه؟ أه لا صح طيب تشتمل إيه في الإيه؟ في الإدارة في الأفراد في التالي: تحقيق الاتصال الفعال اللي هو الإفكتيف كوميونيكيشن، خلاص، تجنب النزاعات التنظيمية، وهذا الكلام ده هنقولها برضه واحنا بنتكلم بس يعني في البتاع بس، وهنا بقى هي محدد بقى نقط. تقليل الآثار السلبية نتيجة عن الضغط، النيجاتيف افكت ديو تو بريشر. يعني ممكن واحد انا احكم عليه هو تحت ضغط، في بريشر جامد، في بريشر يعني انا بتخرج الانسان عن طبيعته في الشغل. في يعني انا ياما شفت مثلا فيديوهات ناس موظفين كبار ومش مصريين، امريكان فرنش بريتش، قايم وماسك اللابتوب بتاعه دب 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 قاعد بيكسره في البتاع من كتر البريشر اللي عليه، سواء بريشر بقى نفسي، بريشر عملي، ساعات كتير بريشر من المدير، بريشر من اي حاجه. فايه؟ تقليل الاثار السلبيه على البريشر، زياده الدقه في تحليل المشكلات، increase the precision of problem analysis. يبقى لما باجي احلل المشكلات ده، على فكره ده لوحده ده solving problems، ده تكنيكس، ده له تكنيكس عارف احنا اتكلمنا عليه ولا ما اتكلمناش عليه؟ والله ما انا فاكر لو ما اتكلمناش عليه ان شاء الله يبقى نوع موضوع من الموضوعات. بالمناسبه ان شاء الله يعني الموضوع دي ما بتنتهيش، يعني ان شاء الله we'll do our best. هو حاليا دلوقتي في الاتفاق عموما على ان مدير مشروع الدولي بياخد 100 ساعه تريننج، يمكن يزودوا معانا شويه 20 او زي ما نشوف يعني احنا وبقى وحظنا مع بعض يعني. فايه ازاي في تحليل المشكلات البروبلم سولفنج البروبلم اناليسيس، زياده فعاليه اداره القوى العامله. ازاي ازود فعاليه القوى العامله؟ الموضوع مش كله فلوس بس ما تظلموش، يعني بيقعد اوفر تايم، اول ساعه في الاوفر تايم مثلا بساعه وربع، ثاني ساعه بساعه ونص، لو جاي يوم الاجازه يبقى الساعه بتاعته بساعتين، وهكذا يعني. يبقى ايه؟ ما تظلموش. وفي نفس الوقت يعني ما يبقاش عدد ساعات، يبقى انا يعني ايه برضو لو نفكر ماسلوف احنا اتكلمنا عليه، ان في هيومن نيدز بتبتدي من الفسيولوجيكال تحت لغايه ما بوصل فوق الستيم يعني. فايه فعلا محتاج كلمه حلوه، يعني محتاج احساسه بالانتماء، الكلام ده كله من الاواخر اللي احنا اتكلمنا عليه في ايه في الـ في الـ في الـ في الـ في, في الهيومن نيدز ايام ماسلوف يعني. زيادة فعالية إدارة القوى العاملة في المقابلات، اختيار العاملين، الانترفيو ده هام جدا جدا جدا، وده من الحاجات اللي هي برضه هامة جدا، إن لازم يبقى الواحد فير، ما يبقاش في أي بايس، أي تحيز. يعني أنا شفت ناس كتير جدا في انترفيوهات، ناس عظيمة يعني. أنا يعني قدمت ناس معينة شركات معينة وقال ايه ما رفضوه، يعني مع ان اللي كان مع داخلهم ده كان عظيم يعني، مثلا مقدرهم جدا يعني. والعكس صحيح يعني، لما عملنا انترفيوهات لناس كان يعني كان زمان كنا بنعمل انترفيوهات يعني، احنا في السعوديه
شغالين في حكومه وبنترفكت ناس من امريكا ومن كاستراليا من العالم كله، كان سكاي بي اعتقد سكاي بي، وناس تقعد يعني فاكره ان احنا بقى متخلفين في اسمه ايه ده في البروجكت مانجر، يبقى عايزين مثلا حد في الكواليتي ولا حاجه يبتدي يقول لي بقى ده انا عرفت التوتال كواليتي مانجمنت وانا عندي جرين بيلت، لا عندي بلاك بيلت. اقول له طيب يعني ايه بقى جرين بيلت، يعني ايه 6 سيجما، يعني ايه كذا كذا، يقول لي اه معلش بس اصلا نسيت، لا معلش بس اصلا كذا، اعرف على طول ان السي في اللي بعتها ليس لها علاقه لا بالامكانيات اللي عنده، وان هو فاكر ان احنا يعني ايه هي ممكن بتعدي على الناس يعني فاهم ازاي، لكن انت لما بتعمل انترفيو برضه يعني لازم تبقى الواحد يبقى امين، ولو ابنك داخل عندك او اخوك او اي حاجه لازم تبقى ايه يعني فيري كوركت وفيري فير في الاسسمنت بتاعه، يعني ما ياخدش حق حد تاني او انا ما اخدش حق تاني او الى اخره، ويبقى التقييم عادل بما يرضي الله بقدر استطاعتنا. يعني الدقه في تقييم الاداء precision the performance assessment. البرفورمانس اسسمنت ده النهارده ومن اجمل الحاجات اللي طلعت في ال 15 سنه اللي فاتوا دول، هو كي بيرفورمانس انديكيتورز كي بي ايز دي. يعني انا كنت في برضه لقاء من اللقاءات كنت بتكلم عن كي بيرفورمانس انديكيتورز، انا عندي واحد ده مصري بس مسافر امريكا، عندي البوك بتاعه على الكي بيرفورمانس انديكيتورز مطلع 17000 كي بيرفورمانس انديكيتورز، يعني ناس متخصصه. يعني الكي بي ايز دي احنا من زمان واحنا شباب، مش شباب احنا يعني شباب على طول، يعني من مثلا من 15 20 سنه الكي بي ايز دي يعني كي بيرفورم انديكيتورز، يعني الموضوع سهل يعني مش معقد مش طويل ولا انما النهارده الكي بيرفورم انديكيتورز ده بتعمل اسسمنت بقت علوم متخصصه وموضوعات فيها جواها، موضوعات دكتوراهات جواها، دكتورهات فيها. فلقيت واحد اعتقد من كندا يعني رد عليا قال لي ده فلان الفلاني ومصري، بس حاجه البارودي حاجه كده، ودول ب 34000 كي بيرفورمانس انديكيتورز. انا مش هشوفش لغايه دلوقتي، انا اللي عندي اعتقد 17000. فالدقه في تقييم الاداء ده بقى علم، وعلم جميل وعلم لوحده، وما بدعيش ان انا يعني متخصص فيه، احنا بس حطينا الكي بيرفورمانس انديكيتورز في ثاني لقاء لما الخاص اللي هو بايه؟ بتقييم مدير المشروع. فدي لازم تبقى فير، ليس في اي بايس اللي هو في اي تحيز. اي اسئله؟ انا شاكر جدا طبعا على تحملكم، وكالعاده يعني بشكركم جدا جدا، يعني بصراحه انتم يعني بتسعدونا بالإصغاء وبالصبر الجميل، ونفتح مجال لأي سؤال. بالنسبة لسوق العمل الحالي، بالنسبة لحديث التخرج، هو أنا مش عارف السؤال، هو السؤال كده خلص، بس أنا بس باشمهندس محمد بعد إذن حضرتك، يعني يا ريت توضيح أكتر للدكتور حسين. يعني هو يمكن يعني هقول لك على حاجه، هو اصل اي حديث تخرج بيعتبر نفسه ما عندوش خبره. هو المشكله في حته معينه ودي حاجه مش كويسه، ان في اماكن كتير بتبقى عايزه مهندسين باسعار متدنيه جدا جدا. يعني انا مش عايز اتكلم عشان ما احبطش حد، بس انا ليا راي مكونه لحديث التخرج. يا ريت انه انا مش بجامل البيم ولا رجاله البيم، احسن حاجه دلوقتي تدخلك سوق العمل بثقه كده وبقلب جامد، وانك تبقى حاجه نادره. طبعا مش سهل انك تدخل كمثلا ككونتراكت مانجر، يعني ما هو مش هقدرش اقول لك اخد كونتراكت مانجمنت دلوقتي، هنشرح كونتراكت مانجمنت وهنشرح فيديك وهنشرح الكلام ده كله برضه البروجكت مانجر. الحاجه اللي انا شايفها اقرب ما يمكن
لحديث التخرج، ان لو هو مثلا مدني او انشائي يدخل على الايه، على الايه، على الريفت، وتعلم ازاي يعمل الديزاين ويعمل يشتغل بالريفت. لو هو اركيتكت يدخل يتعلمه. لو هو يعني القصد يعني انك تدخل في حاجه مطلوبه، مطلوبه يعني دي مطلوبه من زمان، خلي بالك مطلوبه من زمان جدا، لكن ما كانش حد واعيلها. يعني انا قلت لكم الحكايه دي قبل كده، انا في ابو ظبي كان مهندس كبير دفعتي، يعني كنت اسمع عنه بس، يعني هو مكتب انترناشونال كان بيقول اخره، وقلت له يا دكتور انت لسه بتشتغل؟ وانا على فكره انا برضه عشان بقول لك انا مش بتواضع، انا الاوتوكاد ما اشتغلتش رسم ولا ديزاين باي، ولو الساب والستات برو والكلام ده كله اخر اراجع لان انا من فضل الله سبحانه وتعالى، انما ما اعرفش فيه. الريفت باذن الله او هنستضيف المهندس محمود والمهندس احمد والمهندس كريم ان شاء الله، يعني ان شاء الله هناخد فكره كويسه على ايديهم ان شاء الله. فانا رايي الشخصي اي حد جديد يدخل على البيم ويختار دايمنشن من الدايمنشنز اللي موجوده، ممكن يدخل على الـ على الـ على الـ على البلاننج، بس هو برضه محتاج شويه خبره. لكن انت لو خدت البلاننج وخدته كبريمافيرا مثلا وربطه بالبيم، يعني احد السبجكتس الموجوده في البيم انفورميشن موديلنج ممكن تتعلمه وربطه بالبيم ازاي. فبرضه من الحاجات اللي هي ايه اللي موجوده، يعني اي ايشيو داخل البيم انفورميشن موديلنج خش عليه واعرفه واتقنه. واحنا شفنا الباشمهندس كريم كده، باشمهندس محمد، يعني ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، ربنا يحميه. يعني الشباب كلهم اللي اشتغلوا معايا كلهم ما شاء الله ممتازين. فحديث التخرج انا بقترح ان هو عشان يدخل الشغل. انا راجل بشتغل ديزاينر وبشتغل بالبيم، ممكن تاخد شويه مثلا الحاجات اللي بنديها بقى اللي فاتت دي، التايم مانجمنت، كوست مانجمنت، والريسورس مانجمنت اتكلمناها قبل كده. هنتكلم برضو على مثلا الايرند فاليو، هنتكلم كمان بقول اخره. الكلام كله اللي موجود معانا هنا واللي موجود على الـ على الـ على الـ على الفيديوهات، لو انت دخلت وركزت فيه وخدت الفوكابلري اللي فيه وفهمت الميثودولوجيز بتاعته من ابسط ما يمكن، هتديك برضو باك جراوند، هتدي لك فاليو كويسه، وهتحسس اي حد انت داخل معاه ان انت حتى اذا كنت نزلت السايت لكن انت عارف السايت في ايه. لان كل اللي بنعمله هنا بنحاول ان احنا نوصله لابنائنا ولاحفادنا ولزمايلنا واساتذتنا الموجودين معانا، العمل والعلم مع بعض، الاثنين دي في ايد ودي في ايد، ما تقفش. ف ركز في مثلا في حاجه زي ما انت عايز في البيم مثلا، لو انت مدني ركز في الموديلنج والكلام ده كله، وخد معاها مثلا شويه بريمافيرا، شويه بلاننج، وبص على المحاضرات اللي احنا بنعملها دي، يبقى ده الجنرال نولج بتاعك. لان انت مش شرط ان انت النولج بتاعك ده هو المفروض يبقى بعد 3 4 سنين شغل تكون مارست وشفت وعملت واشتغلت مع مدير مشروع قديم، لكن ما يمنعش انك تعرفه. بس خلي بالك اوعى تتكبر على حد بالمعلومات اللي انت عرفتها، اوعى ولا تبين ان انت يعني فاهم دي وعارف دي. كان يقول لا 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 انا داخل يعني عادي خالص، واي سالري يتعرض عليك اقبله. هتبقى الكليه 6 سنين، وبعد ما تقضي سنه في الشغل، مش سنه حتى، شهور. يعني انا لسه برضه في كيس قريبه كان في ناس ماشيين كبار الحقيقه، يعني وربنا يسر لنا الحال وعرفنا ندخلهم في شركه معينه، وطلبوا يعني الشركه قرصت عليهم ادت لهم مبالغ مش تمام. هي مثلا شهرين ماكسيموم كان اللي كان بياخد مثلا يعني البتاع زاد 50% عن الكلام اللي هو داخل بيه في اقل من شهرين. دخل ثبت
وبأمان ماشي. فأنت أي حاجة هتتعرض حاول على قد ما تقدر تنيجوشيت، يعني أضعف الإيمان يبقى تبقى معاك مصاريف مواصلاتك مثلا أو مصاريف عشتك أو إلى آخره. ما يعني ما ترفضش أي حاجة في الأول، خش حط رجلك اتعلم. بس رأيي في خلال الشهرين اللي جايين دولك عايزك تبعت للمهندس محمود وتبعت للبشمهندس عمر وبشمهندس احمد كلهم، ادي الريبورتات اهي، وانا شفت الفيديوهات كلها اللي هي المتقطعه دي اللي بقول لك كل يوم ساعه شهرين هتخلص وتركز فيهم، ادي الريبورتات اهي، وانا عايز الشهاده بتاعتي. هتفرق معاك، مش هتفرق من قصه الشهاده. 60 ساعه تريننج على فكره مش قليلين، خلي بالك. يعني البي ام بي والبرنس 2 بتاخد من 30 ل 32 ل 35 ساعه ماكسيموم. فيعني ايه، ما حدش يعني ايه يعني 60 ساعه دي فاليبل، والموضوعات اللي فيها واللي انت هتكسبه منها ان شاء الله، ان شاء الله تفيدك ان شاء الله باذن الله تعالى، باذن الله باذن الله تعالى. فزي ما قلنا البيم للجداد، اختار لك اي دايمنشن فيها وركز فيه واتقنه. شوف كل البروجكت مانجمنت سيستمز او الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها واللي جايه كمان برضو، وان شاء الله بالتوفيق يا رب. واي حد عاوز اي حاجه، لا ما يكسفش، ما يخجلش، ما يتحركش، احنا موجودين تحت امركم جميعا. واي حد يعني مفيش حاجه اسمها تعرفه او ما تعرفوش، اي حد عايز اي حاجه احنا تحت امركم. ماشي يا باشمهندس، هو ده كان سؤالك ولا سمعت الكلام اللي انت يعني عاوز تسمعه؟ ولا يا باشمهندس محمود مين اللي كان بيسال السؤال؟ المهندس محمد ايه؟ يا باشمهندس محمد علي بيقول حاجه كمان يا دكتور. طب شوف المهندس محمد علي، طب اسأله شوف هل هو اتس اوكي، افتح له المايك ويتكلم ويقول. مفيش مهندس محمد الحفني، محمد العجوري، في محمود، محمد عبد الهادي. عموما يعني انا يعني شوف يعني برضه انا مريدي، ما عنديش اي مشكله خالص. شوف لو في اي حاجه انا تحت امرك. يعني طبعا هو بيقول حضرتك يا دكتور باشمهندس محمد، يعني ستوب الشير بقى يا خلاص، احنا محتاجين الشير دلوقتي خلاص مش كده؟ طيب تمام. طيب بالنسبة لباشمهندس باشمهندس محمد محمود، باشمهندس محمود محمد، لو سمحت يا باشمهندس دلوقتي كان في سؤال ان هو ازاي بالنسبة للجزء اللي ناقص في المحاضرات، ازاي حضرتك ترفع التلخيص بتاعها؟ التلخيص بيبقى عبارة عن ريبورت مثلا صفحتين او 3 صفحات بالكتير، ملخص اللي حضرتك فهمته من المحاضرة. حضرتك بترفع الملخص على اللينك بتاع اللينك بتاع اللينك جوجل دوكيومنتيشن، هيعمل بس لا كل المحاضرات مع بعض. يعني لو هو مثلا فاضل له 6 محاضرات هيجهزهم كلهم، وبعدين يختار في الحاجه دي، هيحدد مثلا رقم 3 ورقم 5 ورقم 16 رقم 20 على حسب من 1 الى 20، بحيث ان احنا لما نيجي نشوف المحاضرات بتاعته او التقييم بتاعه يكون كله مع بعضه. يعني اللي هي مثلا اللي فاضل له مثلا الثالثه والسادسه والخامسه وهكذا، لان انا لو هو هينزل كل فتره ممكن ده يحصل مشكله يعني، انما لما هيبقى كله مجمع مع بعضه هيبقى مسهل علينا الموضوع ده في المراجعه.